أعزائي مشاهدي قناة الكارما في كل مكان في العالم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكارما مباشر. كنت في الروح في يوم الرب، دي شهوة قلب كل مؤمن أن يعيش للرب، أنه يكون متصل بالروح القدس، يكون منقاد بالروح القدس، لأنه مكتوب الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أبناء الله. كمان شهوة الرب أنه يسكب من روحي، قال كده في أواخر الأيام، أسكو من روحي على كل بشر. الرب عايز النهاردة يجي لحياتك بروحه، يجي لحياتك بنصرة، يجي لحياتك بغلبة. يوحنا الحبيب كان منفي في جزيرة بطمس، ما كتب لناش وقال إنه كان وحيد قد إيه، كان مظلوم قد إيه، كان مضطهد قد إيه، قد إيه كان بيعاني ويقاسي، لكن قال كده: كنت في الروح في يوم الرب. يا ترى ايه هو يوم الرب؟ يا ترى ايه، ازاي اكون في الروح؟ في البدايه احب ارحب بكل الاسئله ديت، وارحب بضيفي الكريم رجل المعجزات والصلاه القس اليكس حنا. اهلا بيك يا حضر القسيس. اهلا بيك اخت ليديا، شرف لي ان انا اكون معاكم في الحلقه. برحب بيكي وبكل احبائنا ومشاهدينا في الكارما، ومتوقعين الرب يجي بمجد. بشجعكم احبائي، اتصلوا بينا، شاركونا باختباراتكم، وبنضع أيضا الكارما في صلاتنا من جهة الأمور الروحية والزمنية وتسديد كل احتياج. شكرا أختي ليلي. أهلا بيك يا حضرة القسيس. أهلا بيك. في رؤيا 1:10 يوحنا كتبه كده، بيقول أنه كنت في الروح في يوم الرب. يا ترى إيه هو يوم الرب؟ لأنه في ناس بتفتكر أنه يوم الرب هو ساعتين كل حد في الكنيسة وهو ده كل حاجة. إيه رأي حضرتك في الموضوع ده؟ شكرا على السؤال الجميل ده. هو فعلا يوم الرب يوم أشمل، لأن الرب قال الوعد الجميل: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. فشهوة قلب الله أنه يكون معانا في كل يوم وفي كل لحظة. أكتر من كده بيقول للشعب: أنا أسكن في وسطيكم، أنا أكون ليكم أب وأنتوا تكونوا لي أبناء. فكلمة يوم الرب هو كل لحظة أنا بعيشها في محضر الله. والامتياز يعني لما الرب قال: لا أهملكم لا أترككم، تشددوا تشجعوا، لذاتي مع بني آدم. يعني إذا كنا وإحنا أباء أرضيين وأمهات أرضيين تقريبا بنعيش مع بعض كل يوم في البيت وأولادنا معانا حتى وهم صغيرين وكده، فكم وكم رغبة الآب السماء والابن والروح القدس. حتى قالها: أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد الصوت وفتح الباب أدخل وأتعشى معه وهو معي. إذن رغبة قلب الله أنه يعيش معانا في كل لحظة، على المائدة، في غرفة النوم، في حياتنا اليومية. هو ده تعريف يوم الرب. يا ده حقيقي، يعني بمعنى أن الروح القدس بعد ما المسيح صعد للسماء، الروح القدس هو اللي أرسله لنا، هو ده المعزي، هو ده اللي طول الوقت معانا، ماكس معكم، هو الإنجيل قال كده. طيب أحب أقرأ في رؤيا 1:9-10. تفضلي. يوحنا بيقول: أنا يوحنا أخاكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس
من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق. وبيكمل. أيوه. عايزين نتكلم بقى، نقول كنت في الروح، كلمة كبيرة قوي ومعنى كبير قوي قوي وشامل. تحب تقول لنا إيه النهاردة على الموضوع ده؟ لما نشوف ظروف يوحنا الرأي نجدها ظروف صعبة جدا، لأن هو كان منفيا في الجزيرة اللي بتدعى بطمس من أجل كلمة الله وشهادته. فلو كان نظر لحالته ولو كان نظر للظروف كان تقريبا اتحطم خالص، لكن الرب خده من أول ما دخل جزيرة بطمس ومن أول النفي إلى مناظر وإعلانات الله. وده بيورينا أن احنا لما بنبص الرئيس الإيمان ومكمله، احنا مش بنعيش في حصار العدو، مش بنعيش في حصار الألم ولا الضيقات، حتى لأنه منفي انتفى عنه كل صديق، انتفى عنه كل إنسان. لكن في دقته بيتكلم عن الطوبة، رسائل للكنائس السبعة في آسيا، بيتكلم عن النعمة، بيتكلم عن السلام، بيتكلم عن مجيء الرب، أحداث الأيام الأخيرة. وده بيورينا إزاي إن احنا بنخرج من ذواتنا لما نكون في الروح اللي بيفحص كل شيء حتى أعماق الله. الله ياخدنا خارج حدود الظروف، خارج حدود الضيقات، وزي ما بولس كده طلع للسماء التالتة وشاف مناظر لا يسوغ لإنسان أن ينطق بها. رغبة قلب الله النهاردة أن كل مؤمن وكل واحد متضايق وكل واحد عليه أثقال وأحزان هيدخل في روح الرب معانا. الرب ياخدنا في رحلة النعمة، في رحلة السلام، في رحلة التطويبات. بل الله ظهر لي بكامل القوة، لأن هو في محضر الله شاف سبعة أرواح الله، وسبعة أرواح الله دي هنتكلم عنها بعد كده، لأنها مقابل حرب الشيطان اللي بيجي بسبع أرواح أشر وبيدخل البيوت المزينة والمكنوسة. أمين. أعزائي المشاهدين، أنا بفكركم أنه هنفتح الخطوط كمان ربع ساعة من بداية الحلقة. نحب نسمعكم، نحب نصلي معاكم، نشترك معاكم. لو عندك أي تعليق أي أسئلة بنرحب بيها. هنكمل نقول إزاي أعيش يوم الرب؟ أيوة. لما نشوف هنا روح الآب السماوي، لما الرب يعني بيتكلم في متى 24 وبيتكلم في أوقات الضيقات، هنا مثلا في متى الأصحاح العاشر وعدد 20 لما بيتكلم، لما أرسل تلاميذه بيقول له أرسلكم كغنم في وسط ذئاب، فمتى أسلموكم لا تهتموا بما تتكلمون، لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، لأنكم لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم. ففي حاجتين لما الواحد بيعدي في ضيقة بيكونوا معاه: الآب السماوي بحضوره، وفي نفس الوقت بيتكلم بروح القدوس. ناس كتير بتدخل في تجارب وبتدخل في آلام، ويعني لما بتقع في تجربة لا بتعرف تتكلم ولا بتعرف تتصرف، لأن أولئك أولاد الله المنقادين بروح الله. فلو إحنا لينا الآب السماوي اللي منه كل الأشياء، وفي حضور المسيح الذي له كل الأشياء وبه وله الكل قد خلق، والروح القدس يتكلم، الروح القدس ده يقدر على ممالك. يعني لما وقف كده بولس في الجزيرة، في الجزر اللي كان بيروح فيها، وفي جزيرة مالطا، ولما طلع الأفعى وقبضت على يده وكانت هتموته قدر ينتهرها، لما وقف قدام أغابس وقدام أرواح الشر وقدام التعطيلات قدر إن هو يسيطر على كل المواقف. إذا لينا في الروح القدس سيطرة. لا، عشان كده الرب بيقول لتلاميذه دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. فأنا الروح القدس هو الوصلة ما بين السماء والأرض. أقدر إن أنا لما أرفع قلبي إلى الرب باخد immediately أو باخد اتجاه حياة أقدر أهزم بيه أجداد الشر الروحية السماوية، وأقدر أفتح الطريق في الأرض لملكوت الله. ملكوت الله ده ما هوش كلام، أو ملكوت الله مش مجرد وعظ ولا تعليم. عشان كده ملكوت الله ده بالقوة، بالقوة وبالروح القدس وبرهان الروح. فالرب يسوع لم يكن يتكلم كالكتبة والفريسيين، لكن كان كلامه بالسلطان. يبقى الروح القدس يديني كلام ممسوح ونعمة ممسوحة. ده أكيد يا حضرة القسيس.
كمان هو بعد ما المسيح قال دفع إلي كل سلطان، أن أنا كمان أعطيكم سلطان، ها أنا أعطيكم سلطان أن تدوسوا الحياة والعقار. السلطان ده لينا في المسيح، السلطان ده حقنا في المسيح. ما بنمارس السلطان ده، في ناس عندها السلطان مش بتمارسه، مش بتعمل بيه حاجة، لكن ما أعرف حقي في المسيح وأعرف إزاي المسيح عمل ده عشاني واداني أنا السلطان اللي هو خده هو من الآب، اقدر ساعتها اقدر اتكلم واقدر اهاجم ممالك ابليس، واقدر اعرف انه في قوه وقت ما اقف قدام ولاه ولا ملوك الروح هيديني اتكلم اقول ايه. هللويا. ايه كمان حضرتك ازاي أنا ازاي يعني اقدر اعيش يوم الرب؟ ده سؤال جميل. كان الاسبوع الماضي اخت بتتصل بيا في التليفون عشان اصلي معاها، وكانت بتشكي من لسته امراض، مثلا كان عندها سكر وألام في الركب، وجوزها كمان كانوا مشتكين عليه في الشغل وعاوزين يطردوه أو يكرشوه بقضية ظلم واتهامات ظالمة. فالأخت دي وإحنا بنصلي مثلا بتقول أنا عندي إيمان ربنا هيشفي مرض السكر، أنا عندي إيمان أن ربنا هيديني القوة في ركبي علشان أقدر أخدمه والقوة في جسدي. فأنا بشوف معجزات بتحصل في عائلة واحدة. الأخت دي اتصلت بيا امبارح قالت لي عاوزة أقول لك سيسي أليكس، لما صلينا السكر بتاعي نزل بقى في المعدلات الطبيعية، والدكتور مستغرب إزاي ينزل في أقل من أسبوع ويبقى السكر عادي. خدت قوة في جسدي وبقف وبخدم الرب في مدارس الأحد والأطفال. جوزي لما رجع العمل الشخص اللي كان بيشتكي عليه هو اللي مشي ولقوه هو اللي غلطان وجوزي قعد. فإحنا عاوز أقول لك في عائلات كتيرة بتتصل. في مثلا لما كنا آخر حلقة كنت فيها وبتكلم إزاي إن الكارما دي قناة فيها بركة وقناة فيها نعمة، ولازم نقف ونعضدها ونساعد عمل الرب بكل طاقة. أنا شخصيا خدت اختبار شخصي حلو جدا. نحب نسمع يا سيدي. الرب كان صقلني بعطية أحطها في قناة الكارما لأنها حقل مثمر جدا. بشوف أنت حضرتك شفتي المرة اللي فاتت قد إيه مكالمات نفوس الرب باركها ونفوس الرب لمسها. فمراتي كانت بتقرا كتاب عجيب قوي عجبني قوي. كان في ناس بتطلب، بيقول تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رضيا لكي تنفقوا في شهواتكم. فبيقول لك يعني لو أنت عاوز تاخد من الرب لازم تزرع ما زرعه الإنسان إياه يحصد. فأنا حطيت زرع بالإيمان في القناة اللي الرب وضعه في قلبي. سمعت صوت الرب. إحنا كتير نسمع صوت الرب في الروح لكن مش عاوزين نسمع صوته في الأمور المادية. فأنا بسمع صوت الرب وبطيعه في تقديمها للكرمة. أنا كان عندي احتياج كبير قوي في حياتي، ولقيت الرب يعني ما استناش 24 ساعة، لكن في أقل من 24 ساعة الاحتياج ده لو انا اشتغلت ساعات كتيرة وفي العالم وكده ما كنتش هعرف اسدده. مش انا بس، ده واحدة اخت قالت لي قسيس أليكس انا كنت كمان بقدم من عمق احتياجي اخر فلوس عندي، لكن عاوز اقول لك وانا بقدم اخر فلوس عندي زي ما سمعت صوت الرب لقيت البيت اللي مش بيتباع ليه سنين فجأة الرب فتح الباب واتباع ابني ولقى شغل وحاجات كمان في البيت الرب صلحها. فانا عاوز اقول ان احنا واحنا بنسمع روح الله كمان الطاعه افضل من الذبيحه، والطاعه لا تتجزا يا سيس. الطاعه لا تتجزا، ما ينفعش زي ما حضرتك بتقول اسمع صوت ربنا في حاجه وحاجه تانية لا. يعني اللي حضرتك بتقوله حصل معايا من كام من اسبوع تقريبا. اللي حصل انه في احتياج في قناه الكارما، واحنا انا بشتغل في قناه الكارما واتشرف بذلك، وقديت شايفه الحقل قصب جدا جدا للناس كتيره بتيجي وبتاكل من الكارما الرب فعلا، وقديه بتتغير نفوسها وحياتها بتتغير، وقديه ناس بتاخد معجزات وشفاءات وامراض عديمه الشفاء الرب بيشفيها، بنشوف في وسطينا ده جدا جدا. فقلت له رب انا هبتدي بنفسي قبل ما نطلب من الناس، انا ابتدي بنفسي يا رب. وساعتها كان معايا مبلغ، ومبلغ كان صغير ما كانش كبير. قلت رب انا هزرع دوت. وصدقني يا حضره القسيس ما كملتش 24 ساعه. يعني بعديها على بالليل
فجوزي قال لي، قال لي الرب بعت المبلغ اللي انت حطيتيه دوت تايمز 3، يعني ثلاث مرات، ثلاث اضعاف. الرب عمره ما بيبات مديون لحد. هللويا. والطاعه زي ما حضرتك بتقول، الطاعه افضل من تقديم ذبيحه. الطاعه لا تتجزا. اما الرب يقول لي على حاجه هسمع كلامه في اي حاجه، مش حاجه واحده بس. والزرع لازم يكون في حصاد، لازم، لما حتى لو ما كانش النهارده ممكن بكره ممكن بعده. هحصد مش شرط من نفس نوع الزرع، لكن اكيد هحصد في وقته، لانه ده قانون الهي، ما يزرعه الانسان يحصد ايضا. كان في كتاب بتقراه ساميه، طبعا ده اختبار رائع وجميل، واحنا لينا 10 سنين مجربين الحقل المثمر ده. فالكتاب ده موجود على امازون بس الاسم مش حاضر في ذهني. ف واحده ست الرب مليها جدا بروح الله، وابنها كان حصل له حادثه لدرجه انه يعني السكال او الجمجمه انكسرت. فالام بتوصف بتقول يعني من كتر الكسر، لو انا حطيت ايدي ممكن المس المخ بتاعه. وراح في غيبوبه تامه، بس الرب اقامه بمعجزه ورجعه الحياه تاني. وهو بيموت كان بيروح السماء، وهو في السماء ربنا عمله زي انستليشن للكتاب المقدس، انه يقدر يذكر الكتاب من التكوين للرؤيه بالتشكيل وبالحروف وبكل حاجه كده، زي الكمبيوتر ما فيه ميموري. اداله كومبليت بروجرام لكلمه الله، ومراتي اتقابلت معاها وشافت الوضع. فمره كانت بتصلي لاجل مرضى ربنا هو مديها. خف، سوري معلش، عايزين نعرف هو خف وبيه كويس يعني؟ خف، بس في لسه عينه كده متاثره شويه، لكن يقدر يتكلم ويقدر يسمع الكتاب احسن ده رائع من اي جداً. واحد يعني. بركات الروح. امه كانت بتصلي مع مرضى، ففي واحد يعني كان عنده مش ما عندوش، وهي بتصلي لاجل المريض ده علشان يشفى، قالت صوت الرب ليها جه في قلبها، قال لها قولي له ده مش هياخد حاجه. قالت له مش معقول يا رب، يعني هصلي لاجل واحد واقول له ده مش هياخد حاجه، مش هينال حاجه. فابنها ده بقى تلقائي واقف معاها وهي بتصلي، فسمع نفس الصوت، فقال لها انا بقول لك هي ماما بتصلي، والمؤمنين بيصلوا لاجلك، بس ربنا مش بيسمع لانك انت ما بتزرعش، فمش هتحصد، لان اللي بيزرعه الانسان اياه ايضا يحصد. فلان الرب اعطاك وانت بتزرع بالشح، مش هتاخد الا بالشح، ومش هتاخد حاجه. فعلشان كده مبدا الزرع والحصاد، اللي بيزرع بالشح بالشح يحصد، والبركات بالبركات بيحصد. ده بيدعونا ان احنا لما نيجي في محضر الله وفي غنى ملكوته، الله من طبيعته انه غني في العطاء، وانه سخي في العطاء، وكريم في التوزيع. واحنا بنتغير على شبه ملكوت الله، لابد ان احنا نكون اغنياء في اعمال صالحه كثيره. فعلشان كده واحنا بنتكلم كنت في الروح في يوم الرب، في كل يوم حتى في العهد القديم او في العهد الجديد بولس كان يوصيهم، مش اول كل شهر، لا ده كان بيقول لهم في اول كل اسبوع، انهم يقدموا خزنا ما تيسر، مش العشور ولا التقديمات. ده بقول له السيفنج اكاونت بتاعك، دفتر التوفير بتاعك الكنيسه، مش كل شهر مره، لا ده اول كل اسبوع. يعني ابدا اسبوعك بالرب، ابدا اسبوعك بالروح القدس، ابدا اسبوعك بتقدمه. فكانت العطايا في الكنيسه تبقى ايه؟ الخزنه بتاعتهم، دفتر التوفير بتاعهم كان هو. اتفضل. يعني حتى كمان مكتوب انه اعطوا انفسهم. العطاء مش بس حاجات كمان، ولا ماديات زي ما احنا بنقول، ولا مجرد حاجه وقت بس، لكن انفسهم. وده العطاء الحقيقي، لانه المسيح نفسه قدم ذاته، والاب قدم ابنه ولم يشفق عليه، لكن ادهولنا لاجل انه هو ده، هو ده الله عايزنا شبهه. الله عايزنا شبهه، ومفيش اروع من كده صوره، مفيش احلى من كده صوره. كلنا كمؤمنين نحب قوي نكون عليها. ايه كمان حضرتك؟ في كمان عاوز اقول انه ما تخافش لو انت مبغض او انت تعبان في كل شيء. فمثلا هنا لما بيقول تكونوا مبغضين من جميع الامم، وخط الدفاع للرب بيدهولنا في الشركه مع الاب، لان شركتنا هي مع الاب وابنه في السماويات.
أنا بفتكر يعني لما كنت عاوز أقدم الأكتر للرب، عاوز أقدم حياتي كلها. المسيح لما جه في يوم الرب كان عاوز يشفي، كان عاوز يحرر، كان عاوز يقدم، بس الناس ترجمه يوم الرب لشيء غلط. يوم الرب قال لك يوم راحة. يعني إيه يوم راحة؟ المسيح داخل في يوم الرب يصنع آيات ويطهر الهيكل ويصنع عجائب. قالوا له لا، أنت بص يعني ده بقى على زبور رئيس، لا احنا عاوزين اخراج شياطين ولا عاوزين شفاء ولا عاوزين حاجه منا خالص، وتشاوروا عليه لكي يقتلوه. مش عاوزين ربنا يعمل حاجه، احنا اللي هنقدم لك البرامج بتاعتنا، واحنا اللي هنقدم لك العباده، وانت اسكت واحنا هسكت. بينما الكتاب بيقول يا ذاكروا الرب لا تسكتوا ولا تدعوا يسكت. فقال لك يوم الرب ده يوم راحه. احنا رايح ربنا ما يعملش حاجه، واحنا كمان مش هنعمل حاجة، هنقعد في بيوتنا محدش يتحرك، لا هو يعمل ولا احنا نعمل. علشان كده كان الكتبة والفريسيين اللي هم اكتر ناس عارفين الناموس وعارفين الكتب بيقولوا اقف يا رب، احنا مش عاوزينك تعمل حاجة. عصر الايات انتهى، عصر المعجزات خلص، انت في حالك واحنا في حال ده، اذهب عنا. اللي كانوا بيقولوا للرب اذهب عنا ومعرفة طرقك لا نسر، دول مش أشرار، دول كانوا في الهيكل كل يوم وكانوا بيقروا الكتب وكانوا بيقروا الناموس، بس اللي عاوزينه يتحرك ولا هم عاوزين يتحركوا من ناحيته، عاوزين يقدموا له برامج الفرص بتاعتهم، لكن انه يفتقدهم. يعني تقصد حضرتك في برامج طرق معينة يتحرك فيها، أساليب معينة يعمل فيها، ساعتين مقسمين فرصة صلاة، مش سايبين له الفرصة انه يعمل اللي هو عايزه، وعظ وبعد كده الناس تسلم على بعض، وزي ما دخلت زي ما طلعت. يا للأسف، وناس كتير قوي قوي، ويقول لك أنا رحت الكنيسة أنا ما استفدتش، لأنه عملت حاجات كتيرة قوي قوي، غير أن أنا يعني ممكن أكون وأنا بسبح بكون أقول الترنيمة اللي أنا عايزها وأنا مبسوط من الموسيقى، يمكن الكلمات تعجبني وخلاص لحين زي ما بيقولوا. زي كده المثل الزارع، أنه في نبت فعلا الزرع لكن كان لحين وما كانش ليه أصل. فهي دي نقطة مهمة قوي، إنه ساعات بنسمع والوقت أول ما نخرج ننسى كل حاجة وكأننا ما عملناش حاجة. فلما الرب يسوع دخل عشان يغير كل الأوضاع دي، اتهموه بالجنون، اتهموه بأنه رئيس الشياطين، اتهموه بكل الاتهامات الباطلة، لأنه مش عاوز المياه الراكدة، هو عاوز يتحرك. بيقول والكل في هيكله قائلين مجد، هو عاوز يسمع صوت التعظيم والتمجيد والرفعة، وعاوز لما الإنسان يجي في محضره سواء في الهيكل أو في بيته كل شيء يتغير. يا زي ما الإنجيل بيقول حيث روح الرب هناك حرية، هناك حرية، حرية في العبادة، أعبد الرب زي ما أنا حابب أن أنا أعمل. يعني في كنايس عايزة أقول لحضرتك يا حضرة القسيس، بيقول لك ما تدينش اللي جنبك، اللي جنبك يمكن موطي وراكع وساجد، تقولش ايه المنظر ده، يعني خلاص يعمل كده في بيته، واحد مثلا رافع ايده ما تقولش ده عمل كذا. انت اعبد الرب بطريقتك، اهم حاجة تتقابل مع الرب وانت في الكنيسة، اهم حاجة تعرف وتتلامس مع حضور الله في الكنيسة، يكون روح الله سايد في المكان. مش مهم، غمض عينك، عشان كده في كنيسة يقولك غمض عينك علشان تحس انه في حاجة مختلفة، مش كده ولا ايه يا قسيس؟ هو مفيش حاجة في الكتاب بتقول غمض عينك يعني. لا أنا أقصد إنه فكرة إن أنا أغمض عيني على اللي حواليا، مش لازم أقعد أقول ده فلان بيقول كذا وده بيعمل كذا وشوف بيعمل إيه. هو يعني في الواقع ربنا عاوز نتفاعل مع اللي حوالينا، لأن هو خلقنا كجسد. فجسد عملنا أعضاء بعضنا لبعض. بالعكس هو عاوزني أحس بألام، بيقول إن كان عضو يتألم جميع الأعضاء تتألم. ده حقيقي، لا أنا بتكلم أنا نقطة يكرر تانية. جميع الأعضاء بتكرر. فهو عاوز الأكشن والإنتر أكشن، هو عاوزنا نحمل بعضنا أثقال بعض. طبعاً. علشان كده بنشكر الرب لأجل قناة الكارما. النهارده هنصلي معاكم، لو هترفع سماعة التليفون أنا عاوز أسمع أصواتكم، وعاوزين نمد يد البركة والنعمة وعمل روح الله. فالكنيسة معمولة زي مستشفى، معمولة للشفاء والتحرير. فأنا يعني مش المطلوب ان انا اغمض عيني، لا ده انا افتحها على احتياجات اخواتي وارفعهم. صلوا بعضكم لاجل بعض لكي تشفوا. بيقول فيه كل الجسد ينمو مقترنا بمؤازره كل مفصل. نحط ايدينا في ايدين بعض. ده هو عدو الخير اللي عاوز يفصل كل واحد عن التاني. خليك في نفسك. لا انا اقصد يا حضرة قسيس عشان ما دينش اللي حواليا،
انه لو حد مثلا راكع، حد رافع ايده، حد معلي صوته، حد اي، هي دي فكره بس. لكن لو انا مركز قوي قوي في الرب وانا فاتح عيني، انا مش هشوف اللي حواليا، انا هشوف الرب ومجد الرب. ولو اخويا عنده احتياج حلو ان انا اصلي من اجله، ولو اختي عندها اي شيء شكوى، متضايقه شكلها مش قادره تعبد، اصلي من اجلها واتحد معاها في الصلاه. طبعا كلنا طبعا بنروح كجسد واحد طبعا في الكنيسه. هللويا. عاوز اقول انه كمان في الحرب الروحيه بالروح القدس الرب بيدي وعد حلو في متى 10:23، يقول متى طردوكم في هذه المدينه فهربوا الى الاخرى، فاني الحق اقول لكم انكم لا تكملون مدد اسرائيل حتى ياتي ابن الانسان. يعني قبل ما يتم عليك الحكم بالطرد، يا اما هياتي ابن الانسان يفتقدك، يا اما هيجي يخلصك من الضيقه، يا اما هيجي في مجيئه التاني. وده بيؤكد على انه مجيء الرب في وسط الضيقات وفي وسط الاضطهاد حتما سياتي الاتي ولن يتاخر. قبل ما يصدر عليك الحكم بالطرد الرب جاي، عشان كده عاوزين أمين. نبتهج بيه ونفرح بيه. كل واحد عليه ضيقه، كل واحد عنده مشكله، اعرف انه الرب جاي يزورك زياره خاصه النهارده، اعرف انه الرب جاي يفتقدك قبل ما يطردك حد من مدينتك، وقبل ما عدو الخير، قال قبل ما تكمل خطة إبليس هتكمل خطة الله، وقبل ما تكمل خطة العدو هتكمل خطة الرب، لأنه بيقول سآتي بمجد في كل قدسي. علشان كده بيقول لك لما يطردوكم ويشتموكم ويلعنوكم لا تهتموا، لأن الرب جاي، جاي بإفساد للخطط العدو، جاي ببركة، جاي بمجد، جاي بنعمة. ممكن نصلي دي يا أختي؟ طبعا يا طبعا. يا رب أنا بشكرك النهاردة لأن احنا داخلين محضرك بقوة، داخلين محضرك يا رب بمجد إلهي، بنرفع عيوننا يا رب إلى السماء من حيث يأتي العون، معونتنا من عند الرب خالق السماء والأرض. بارك يا رب هذه القناة من استضافتنا، أعطي يا رب لقناة الكرمة قوة ونعمة فوق نعمة، تسديد لكل احتياج روحي ومادي. يا رب أنا بصلي لأجل كل أحبائنا المشاهدين، أنك تجول يا رب بزيارات بالروح القدس خالقا ثمر الشفتين، صانعا الكل جديدا لمجد اسمك. المس الكل في رضاك. كل شخص يا رب على الشاشات الآن عنده احتياج روحي زمني، احتياج للمسة إلهية لكي ما تشفي وتحرر وتقيد سلطان العدو خارجا. نحن نؤمن أن الآتي يأتي الآن، شخص ربنا يسوع بافتقادات كثيرة وبأعمال عظيمة. أفكارك ليست أفكارنا، طرقك ليست طرقنا، لكن يا رب كما علت السماء عن الأرض هكذا علت طرقك عن طرقنا وأفكارك عن أفكارنا. نشكرك لأجل استعلان مجدك وقوتك في اسم الرب يسوع. آمين آمين آمين. إذن لو حصل طرد زي ما بنشوف للأسف في سوريا وفي العراق، في بلاد تانية كمان في اضطهاد، في طرد من بيوت، طرد من كنائس، طرد من يمكن شخص مؤمن اتطرد من كنيسه، اتطرد من مجموعه مؤمنين معينين. قد ايه بنشوف انه بيتالم ويتوجع، لكن النهارده في رجاء يا حضره القسيس. النهارده طوبى لكم اذا طردوكم، لكن كمان الله بيجي، كمان الله بيجي كمان بعدل، الله بيجي بيشيل الظلم، الله بيجي بيوم افتقاد لالهنا. عارفه اخت ليديا، انا بفتكر المرات اللي العدو جه فيها عشان يطردني من مكان. انا خدت في امريكا هنا رؤيه جديده، كان ليا قريب مؤمن بيقول لي يعني اعرف انه لما هتنطرد من مكان ومن شغله الرب هيجي بحاجه افضل. قلت له ازاي؟ احنا في مصر انا كنت طول عمري في نفس المستشفى، في نفس الطب، في نفس الكارير. هي الدنيا في امريكا ايه؟ الواحد كده ممكن بالسهل يطلع من جوب لجوب لجوب. قال لي الرب جاي بحاجات افضل. الكلمه دي انا سمعتها من 25 سنه، وكل سنه بختبر سنه الرب المقبوله، انه لما الواحد بينطرد من مكان مين اللي بيجي يزوره ومين اللي بيجي يقابله؟ هو إيه؟ شخص الرب يسوع. فبيقول انا عيني عليك وانت مطرود، انا عيني عليك وانت مجروح، اللي الرب اللي اتجرح وانطرد جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله. هو تجرب في كل شيء مثلنا، مش هو تجرب مش عشان يشمت فينا ولا عشان يكون ظالم، لا، كل اللي جرى علينا جرى عليه أولا،
لكن عشان يعطينا المعونة ويعطينا القوة أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. لكن الناس بتتوتر والناس بتتعب لما تشوف خطط العدو في الطرد وفي الاستهزاء وفي الجوع وفي العري، لكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحب. بالذي أحبنا. هاللويا. نشكر الرب، نشكر الرب إن في نصرة، في غلبة. يسوع. يمكن في أخت بعتت لي على السوشيال ميديا بتقول لي ليه ربنا ساكت؟ هو ربنا مش واخد باله احنا بنتقتل مننا، احنا بنتسرق وبنتنهب، احنا بنطرد من بيوتنا، احنا في ناس بتموت مننا، ليه ربنا ساكت؟ وكان ردي عليها زي ما حضرتك قلت، قلت لها اول حاجه طوبى لكم، طوبى لكم، دي اول حاجه. تاني حاجه انه في نصره وفي غلبه، يمكن انت مش شايفاها دلوقتي لكن في نصره، وفي الله بيجي وبيجازي، الله بيجي وبيجازي بقوه غير عاديه وبيرد المسلوب سبعة أضعاف. هللويا. وده عزائنا وده رجائنا في المسيح. إحنا يمكن الناس تفتكر إن إحنا ضعفاء وإحنا خيبانين وإحنا ما عندناش قوة، لكن بالعكس خالص، في هذه جميعها يعظم انتصارنا، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. ومكتوب كثيرة هي بلايا الصديق، لكن جميعها من جميعها ينجي الرب. مجدا. هللويا. نشكر الرب، نشكر الرب. عايزين نقول إنه الله ادانا سلطان على زي ما كنا بنقول على الأرواح النجسة. نعم. وعايزين نتكلم انه ابليس ازاي سقط. أيوة. ازاي سقوط ابليس بيورينا الفرق بين الحياه في محضر الله والحياه بعيد عن محضر الله. فمكتوب عن ابليس ان هو كان زهره بنت الصبح، فقال في قلبه ارفع كرسي فوق كواكب العلي. فاول حاجه حب يعني يستقل في جماله وفي كبريائه، وكان ليه أيضا تجارة عظيمة عن الله. فبداية السقوط أنه يعني دلوقتي في مبادئ كتيرة في العالم، وحتى في ناس تيجي في التلفزيون يقول لك أنت إله نفسك وأنت سيد نفسك. مفيش يعني، وموجات الإلحاد بتنتشر في العالم كله. أنا أعيش بدون إله. الحقيقة في الوقت اللي أنت بتختار تعيش بدون إله قدامك اختيارين، لأن العالم ليه إلهين، في رئيس هذا العالم أو رئيس سلطان الهوى اللي هيحط العالم في الشرير وفي اليأس وفي الضنك، والخطية خاطئة جدا طرحت كثيرين جرحى وكل قتلها أقوياء. فده شاف نفسه جميل وشاف نفسه ملقان حكمة وكان عنده ثروات وكان عنده إمكانيات، فقال لك إيه المانع أن أنا أكون الله وأكون أنا سيد نفسي. فبيقول كيف سقطت من السماء وأنت قلت أرفع كرسي فوق كواكب العالي. بيقول لما سقط سقط كالغصن الأشنع. تخيلي رئيس ملائكة ورئيس طغمة، كان في مجد، كان في حكمة، كان في كرامة، ولما سقط بقى زي غصن شجرة. يبقى أول حاجة لما الواحد بيسقط من محضر الله بيسقط من العز الإلهي والمجد الإلهي كمخلوق على صورة الله ومثاله إلى غصن أشنع. وبيقول عن سقوطه أيضا هنا أرفع كرسي فوق كواكب العلي لكنك سقطت. وبيقول بعد كده حصل أنه لما استقل عن الله تحول، لأنه الملائكة دولا خدام أو أرواح خادمة مرسلة للخدمة. فبدل ما يكون في خدمة البشر بقى قتال، بقى كذاب، بقى مخادع. و اتكلم الكتاب عن الدينونة الأخيرة وهو الطرح في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. فنزل اتحول أفكاره. في ناس يعني كل فكرها ازاي تزرع خصومات بين الإخوة، في ناس كل أفكارها بعد ما كان ليه اختبار حلو مع الرب وبعد ما كان عايش في عز الرب وفي مجد الرب وفي بهاء الرب سقط وصار يعني زي على مثال العدو اللي يقول ملتمسا من يبتلعه هو. الزوج بيشتكي على الزوجة، الزوجة بتشتكي على الزوج، والبيوت كتيرة منقسمة على ذاتها، الأبناء على الأباء والأمهات على الأباء. وسمح لهذا العدو يعني الناس بيقول لك لا أنا أعيش بدون إله وأعيش كده حر نفسي. الحقيقة أنت مش حر، لأنه يا إما بيستولي عليك رئيس سلطان الهوى اللي هو اسمه كان
إبليس أو أمير الهوى، هو ده اللي بيستولي على العالم. يا إما بيستولي عليك الرب يسوع، يا إما زي ما بيقول الشعب في القديم، يا سيد استولى علينا سادة سواك. سواك يعني. السادة السواك دول خدوا ولادهم قطعوهم كده وعملوا لهم حاجات غريبة في جسمهم ولبسوهم حلقان وقطعوا جسدهم، وتشوفي الشاب دلوقتي 13 14 سنة بعيد عنك أجسامهم مقطعة. مين اللي بيقطع الشباب ده؟ هو العدو الخير، ده حقيقي. على مخدرات، على دراجز، حياتهم مش متظبطة. فكل دون يعني ذاك كان منذ البدء قتالا، فانتقل من المجد من العظمة. الناس بتفتكر ان الله قوة مقيدة او الله قوة عاوزة تكبت الانسان، بالعكس هو عاوز يفرح وعاوز يعطينا حكمته وعاوز يعطينا خلاص وشفائه، لكن الناس بتعيش بالعكس. لكن أنا لازم أختار، أنا أدي حياتي للرب. نعم. ونشوف زي شمشون مكتوب كيف سقط الجبابرة. شمشون ده كان جبار وكان خطة الله عظيمة في حياته، لكن جه وقت أما الشهوة زلته وخلته بيطحن في السجن. فزي البهايم قد إيه الشهوة والخطية والتكبر، وزي ما بنقول على إبليس، ونفس الحكاية مع برضو ولاد الرب، إنه لو هو الخطية بتزل، وزي ما حد مرة قال بتنجس وبتجرس وبتفلس، الخطية بتعمل كده. فاللي حضرتك بتقوله ده فعلا قد ايه لازم نحترس ناخد بالنا، لانه ابليس هو فعلا رئيس سلطان الهواء، والذي يعمل زي ما مكتوب الذي يعمل في ابناء المعصيه لحد دلوقتي. فابليس اما سقط بالمنظر دوت، فطول الوقت عايز ولاد الرب كمان يسقطوا، ولاد الرب هم كمان يكونوا معاه في البحيرة المتقدة. لكن الرب جاي بمجد، الرب جاي بعز، الرب ما بيسيبش ولاده. قال كده: لا تخف أيها القطيع الصغير، إن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. نشكر الرب لأجلك يا أسيس أليكس. شكرا. هناخد بس فاصل وهنستكمل فضل. حديثنا مع الأسيس أليكس. بنرحب بتليفوناتكم، بنرحب بطلبات الصلاة، بأي شيء تحبوا تشاركونا بيه على الهواء مباشرة، وخليكم معنا، هنرجع لكم بعد الفاصل. أسكب سكيب الروح. يلا مع بعض. أسكب سكيب الروح، إملأ النفوس بالروح، خلص الشفي المجروح. أسكب سكيب الروح، إملأ النفوس بالروح، خلص الشفي المجروح. أسكب سكيب، أسكب سكيب بالروح وتعالى في وسطينا، قدس والمس بالروح بمواهب في دفينا. واسكب ساكي بالروح وتعالى في وسطينا، قدس والمس بالروح بمواهب في دفينا. مع بعض. من مجد المجد تاخدنا، في سحاب المجد تقودنا، ليك وحدك كل اسجد يا مالك الملوك. من مجد المجد تاخدنا، سحاب المجد تفوتنا، لك وحدك كل اسود يا مالك الملوك. اسكب سكيب الروح، املأ نفوس بالروح، خلص اشفي المجروح. اسكب سكيب الروح، املأ نفوس بالروح، خلص اشفي المجروح. اسكب سكيب، اسكب سكيب الروح وتعالى الأراضينا، في بلدنا الحق نشوف في جيلنا يا فدينا. اسكب سكيب الروح وتعالى الأراضينا، في بلدنا الحق نشوف في جيلنا يا يلا يا كنيسة. نخرج بره الأسوار، نطلب من قلب النار، أشرار يبقوا أبرار والمجد تاني يعود. نخرج بره الأسوار، نخطف من قلب النار، أشرار يبقوا أبرار والمجد تاني يعود. أسكب سكيب الروح، إملأ النفوس بالروح، خلص اشفي المجروح. أسكب سكيب، أسكب سكيب الروح، إملأ النفوس بالروح، خلص اشفي المجروح. أسكب سكيب.
أهلا بيكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل وكنت في الروح في يوم الرب. معنا مكالمة ابن الرب من بوسطن، أهلا بيك. ألو، أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا أختي. أهلا بيك، تفضل حضرتك معنا على الهواء. تفضل. الأسيس أليكس. أيوة أنا معاك. أيوة. تفضل. ازيك حضرة الأسيس؟ أهلا بحضرتك، أنا عارف أنت مين، أشكرك. عايز نرفع طلبة صلاة كلنا مع بعض للسيد المسيح ليتمجد اسمه. أمين. مجد اسمه في مرضي. أيوة. في اسم يسوع. أيوة. بصلوات كل الناس اللي سمعنا دلوقتي على التلفزيون. أمين. صلوات الناس الحلوة اللي قاعدة في كارما. أمين. نتحد في الصلاة لأجل ابن الرب، ونذكر برضو في شخص اسمه أمجد عنده نزيف في المخ من 3 أيام، الرب يقيمه، هو في حالة إغماء. يا رب احنا بنتحد أمامك لأجل ابن الرب في اسم يسوع. يا رب انت قادر انك تقيمه يا رب الآن من على الكرسي اللي قاعد عليه، وتعطيه سيد الرب أن تفيض في حياته بالقوة وروح القوة والمحبة والنصح. نشكرك يا رب لأنك تؤيد بالروح في الإنسان الباطن. ابن الرب يعني ربنا شاف إيمانك عظيم وشاف إيمانك كبير، وانت بتطلبه وكثيرون بيطلبوا لأجلك. أقول لك ثق الرب، أنا هو لا تخاف، هيشددك هيشجعك هيقويك، هيرسل ليك كل معونة أنت في احتياج إليها، لأنك لم تيأس في ضعفك ولأنك لم ترقد في مرضك، لكن مصمم على أن الرب شافيك الذي يشفي جميع أمراضك ويفدي من الحفرة حياتك. هو يتحرك، هو يحيا ويوجد فيك. آمين. آمين آمين. نشكرك يا ابن الرب من بوسطن. ومعنا أخونا أبو مهند من الأردن، أهلا بيك يا أخ أبو مهند. مساء الخير. مساء النور، أهلا بيك. تحية محبة للأخت ليديا ماهر. أهلا بيك. وخادم الرب أليكس حنا. أهلا بيك أبو مهند. مداخلتي في نقطتين. أولا، كيف تخدم نفسك؟ أيها الخطاة جميعا هلموا إلى المياه، وردت في أشعية 25:10. الخلاص ليس شيئا يمكن شراؤه بمالنا ومكاننا، ولكننا نناله فقط إذا كنا نقبله كهدية مجانية من عند الرب يسوع المسيح. قال أشعيا: أيها العطاش جميعا والليت له فضة، تعالوا اشتروا وكلوا. هلم اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا. الرب يسوع قال إذ أطلق مثل ذلك النداء في يوحنا 17:27 حين قال: إن عطش أحد فليقبل إليه ويشرب. لم يكن هناك وعاء للبيع، ولكن كان عرضا مجانيا. إنه مجاني لنا لأن الثمن قد دفع مسبقا، وأصبحت هذه الهدية ممكنة بواسطة موت المسيح وقيامته. فما عليك إلا أن تتجاوب مع هذه الدعوة المجانية الغنية بالخلاص الذي أعد لكل من يؤمن بالرب يسوع المسيح. إنه مجاني، لذلك أخدم نفسك، لأن الخلاص مجاني، ولكن عليك أن تقف في اسم يسوع. عفوا الصوت قطع تقريبا. نشكرك يا أخ أبو مهند لمشاركتك الجميلة زي ما عودتنا. ومعانا بنت الرب من ميتشيغان، أهلا بيك. مرحبا، كيف الصحة؟ أهلا بيك. الحمد لله. أهلا بيك. تفضلي. قشيش أليكس إذا ممكن. أهلا بيك. تفضلي ومعك. تفضلي. مرحبا قشيش. قشيش، الشهر اللي فات أنت حضرتك طلبت من عندك صلاة أنه الرب يستخدمني، وفعلا الرب يعني بدأ يباركني أكثر بالخدمة وروحي انتعشت. ف يعني طلبي هسه انه الرب يوسع التخوم اكثر. هللويا. يعني اريد يعني اشتياق داخلي انه يعني كنائس هنا في ميشيغان تنهض اكثر. يعني العوائل البيوت المنهدمه تنبني. الرب يوسع التخوم، يوسع حضوره، يوسع ايماننا. يعني
هذا اشتياق قلبي قسيس، ويعني إعلان جديد ورؤية جديدة ما أعرف يعني على قلبي هالشكل قسيس. صلي معايا الآن، ارفع يديك للسما كده قولي له أشكرك أيها الرب يسوع المسيح، أشكرك أيها الرب يسوع المسيح، أستقبل منك في الروح القدس، أستقبل منك في الروح القدس قوة جديدة، قوة جديدة لأكون سفيرة للمسيح، لأكون سفيرة للمسيح في ميتشيغن وكل مكان ترسلني إليه، في ميتشيغن وكل مكان ترسلني إليه، أسكب روحك القدوس، أسكب روحك القدوس على مدينتي، على مدينتي وعلى الكنائس، وعلى الكنائس، وأعطينا أن نرى، وأعطينا أن نرى المطر المبكر والمتأخر، المطر المبكر والمتأخر يغمر الأرض الناشفة واليابسة، يغمر الأرض الناشفة واليابسة. أشكرك لأنك سمعت واستجبت، أشكرك لأنك استمعت واستجبت بنت الرب. أنا شايف فعلا الرب كل كلمة قلتيها إيجابية وفي خطة الله، والرب هيفرح قلبك بالثمر المتكاثر، وهتشوفي امتداد ملكوته وبركة يعبيس هتكون عليكي. ليتك تباركني وتوسع تخوم وتكون يد الرب عليكي تحفظك من الشر حتى لا يتعبك. الرب هيبارك وهيديك سؤال لقلبك، وهتتكلمي وتشهدي بثمر أكثر لحساب الملكوت. أمين أمين. بنشكرك بنت الرب، وزي ما الإنجيل بيقول شهوة الصديق تمنح، شهوة قلبه أعطيته. الرب يديكي شهوة قلبك، لأنه ما فيش أروع من كده، أنه الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. نرجع تاني حد الأسيس، كنت في الروح في يوم الرب. فأشعياء 30:25 بيقول ويكون على كل جبل عال وعلى كل أكمة مرتفعة سواق ومجاري مياه في يوم المقتلة العظيمة. أيوة. حينما تسقط الأبراج ويكون نور القمر كنور الشمس. أيوة. ونور الشمس يكون 7 أضعاف كنور 7 أيام في يوم يجبر الرب كسر شعبه ويشفي رد ضربه. أشعياء 30:25. في يوم المقتلة العظيمة بيحصل كل ده. حضرتك شوفي في يوم القتال العظيم، أنا عارف أنه في ناس بتشاهدنا الآن في حروب روحية، في حروب مع المرض، في حروب نفسية، في حروب مع كل شيء، لكن عاوز أقول لك في يوم القتال العظيم اللي العدو بيجند كل أسلحته ضدك، إزاي تستقبل قوة وإزاي تستقبل بركة. أول حاجة طبعا اللي أنت حضرتك وتكلم عليه أبو مهند، اللي هو الخلاص بنعمة الله بالفداء بيسوع المسيح، لأنه الشعب كان في حالة تمرد. فالرب بيقول له يعني أنت عايش في أرض شدة وضيق، في الأسد، في الأفعى، في التعبان السام الطيار اللي سمه طاير في الهواء بيضيع الحيوانات وبيضيع الناس، وسم إبليس مالي الأجواء. وبعدين الناس بيقول لك يعني إيه، أنا أدور على دولة غنية أعيش فيها. فكانت أغنى دولة في الوقت ده كانت مصر، وكانت أكتر دولة عندها ثروات مصر. فالرب بيقول للشعب الكنوز مش هتنفعك، كنوزك هنا في عدد 6 بيقول كنوز الشعب لا تنفع، فمصر تعين باطلة، بل دعوتها رهب الجلوس. يعني لو أنت قاعد في حتة ومستريح وبتقول راحتي هنا، من غير الرب ما فيهاش راحة. نستكمل حديثنا حضرة القسيس. انت عارف ناس بتحبك يا قسيس. لا تحت امر. اتفضل. الاخ ماجد من مصر، اهلا بيك. الو. اهلا بيك يا اخ ماجد. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اتفضل. اهلا بحضرتك. اتفضل. الو. اهلا بيك. اتفضل حضرتك معنا على الهواء. ايوه القسيس ممكن اتكلم؟ طبعا انا معاك. معاك. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. أهلا انا حضرتك فاكرني كنت كلمت حضرتك، انا عايش في فرنسا. ايوه. كنت جيت هنا ازور اخواتي، حضرتك صليت لي قبل كده وفعلا رب شفاني تماما من ظهري، وكان عندي في صدري. وانا جيت هنا مصر وجالي احتقان جامد في الزور وحراره عاليه وبالانتيبيوتيك مش بطيب، فمتألم جدا. يا ريت حضرتك، انا واثق ان الرب يشفيني امين ويضع ايده دايما مش بينساني.
حياتك يعني من الناس اللي بحب ان انا اصلي مع حضرتك دايما. ويباركك ويبارك القناة كلها. الرب شفاك من ايه يا اخ ماجد؟ قبل ممكن تقول لنا. الرب شفاني من كان عندي ظهري عندي الام رهيبة، كان عندي ارثروز في ظهري، وكان عندي الم في صدري، كنت عامل قبل كده الستانت، وبعدين اكتشفت ان ما فيش اي لمسه حتى في القلب ومست في القلب تماما، احسن من القلب الطبيعي. مجدا هللويا، نشكر الرب. امين. هللويا. شكرا. امين. صلي معايا يعني تعامل معايا كتير وانا واثق في صلاتك يا سيس اليكس. امين. حلوه كلمه انا واثق. يا صلي معايا يا اخ ماجد، لان الرب يعني اللي شفاك من كل الامراض دي هيشفيك الان. امين. امين. اشكرك ايها الرب يسوع المسيح. اشكرك ايها الرب يسوع المسيح. انا استقبلت شفائك ورأيت عظيم عملك واللي بدأ فيا العمل يلمسني الآن ويقيمني من فراش المرض. أشكرك لأن الغلبة اللي تغلب المرض. أشكرك من أجل الغلبة التي تغلب المرض. وهي إيماني وثقتي. بإيماني وثقتي. في دم يسوع. دم يسوع. وفي اسم يسوع. في اسم يسوع. اللي هو فوق كل اسم. هو فوق كل اسم. وفوق كل ضعف ومرض. كل ضعف ومرض. أنا هتكلم وأشهد عن أمانتك وشفائك. الرب يفرحك أخ ماجد واللي شفاك من أمراض صعبة. وأنا فعلا شهدت على اللي حصل لي قبل كده أسيس أليكس. أمين. الرب أنا حاسس إن في قوة دخلت جسدك الآن وباسم الرب يسوع مش هتشكي من حاجة تاني. جسمي كله بقى مية. لما صلينا جسمك بقى مية؟ خالص يعني. طيب. زي ما يكون كل ميه خالص. هللويا. اشكرك يا رب على سكيب روحك لان الماء يشير للروح القدس. اشكرك يا رب لاجل قوه اختراق الروح القدس للاجساد المريضه، للاجساد الحزينه، الامراض النفسيه، الامراض الجسديه، الامراض يا رب الاوتو اميون، كل انواع الامراض الان في اسم الرب يسوع تشفى بكلمه فمك وبعمل روحك القدوس، لأن المية انسكبت على الأخ ماجد الآن، تنسكب على كل من يشاهدنا، لأنك أنت وعدت وقلت أسكب ماء على العطشان وسيولا على اليابسة. يا رب نحن لا نطلب ماء عاديا، ولكن نطلب رب أنهار مياه حية تتدفق على شعبك الآن، ترفع عنهم كل ألم، ترفع عنهم كل ضعف. يا رب احنا شعبك، احنا لحمك، احنا عظامك، احنا جسدك. يا رب كل من يرفع ايديه نحو السماء الان يتحد بالرأس الذي منه كل الجسد ينمو مقترنا معا. جسدك ما فيهوش ضعف، جسدك ما فيهوش مرض، جسدك ما فيهوش انحناء، لان اجسادنا يا رب مش هو الدم واللحم اللي احنا لابسينه، لكن احنا لبسنا الرب يسوع المسيح في أجسادنا، ولبسنا قوة روحك من الأعالي تبدد أمراضنا وأوجاعنا. آمين. آمين. بنشكرك يا أخويا ماجد من مصر، بنشكرك لأجل شهادتك وأنك رجعت وقدمت الشكر للرب، ومنتظرين كمان أنك تيجي تاني وتشهد لأجل عمل الرب اللي حصل في حياتك النهاردة. معنا بنت الرب من كندا، أهلا بيكي. أهلا بيكي. أهلا بيكي. الله يخليك. أهلا وسهلا. الو، اتفضلي. أيوة. حضرتك معانا على الهواء، اتفضلي. إيه، انا طالبه صلاه لابني اسمه كرولوس، كان قريب من ربنا قوي، ودلوقتي مع شله وللاسف من الكنيسه، لكن بعد عن ربنا وبيعمل حاجات ما ترضيش ربنا، وبطلب ان ربنا يرجعه ليسوع وينجح يا رب، ويوفق اخوه وبابا ما فيش مش لاقي شغل، يعني يصلي له القسيس قالت ان ربنا يديله شغل
وانا عندي تعب في ظهري وعامله قضيه مع الحكومه، ربنا يوفقني فيها يا رب. طيب أسيس أليكس بنت الرب، انا عاوز اقول لك النهارده لو الرب يسوع فعلا دخل اعماق القلب والبيت، هو اللي يقدر يغير كل حاجه، ويقدر يدي تعويض احسن من اي تعويض حكومي، لان هو اله التعويضات. فايه رايك نصلي الرب يسوع يملك على البيت، واقول لك على كام حاجه تعمليها ربنا هيغير بيها الاوضاع. تصلي معايا؟ يا رب يا رب. قولي له يا رب يسوع المسيح، يا رب يسوع المسيح، ادعوك الى حياتي، ادعوك الى حياتي والى بيتي، والى بيتي، تعال اسكن، تعال اسكن، واملك علينا جميعا، واملك علينا جميعا، وانا واهل بيتي، وانا واهل بيتي، نعبد الرب، نعبد الرب، اؤمن من كل قلبي، اؤمن من كل قلبي انك تعطي كيرلس حياه جديده، ان تعطي كيرلس حياه جديده، وتبارك زوجي، امين يا رب، وتبارك زوجي، وتفتح الابواب الروحيه وابواب الرزق امامه، تفتح ابواب الرزق امامه. بص يا اختي بنت الرب، وانا بصلي كده شفت انكم انتم محتاجين كعيله تيجوا قدام ربنا وتطلبوا ربنا كل يوم ولو ربع ساعه مع بعض، تقروا فيها الكتاب المقدس. الكتاب بيقول ان احنا لما نصلي بعضنا لاجل بعض بنشفى ونتبارك. لو عملتي مذبح عائلي في بيتك لو ربع ساعه او تلت ساعه وجيتوا مع بعض وطلبتوا وجه ربنا ونعمته، مش هيسيبكوا وهتتبدل كل الأوضاع دي. شكرا. أمين أمين. نشكرك يا بنت الرب. ومعانا بنت الرب من ميتشيغن، أهلا بيكي. هلا مرحبا. أهلا بيكي، تفضلي حضرتك معانا على الهواء. معاكم. مع روحك، أهلا بيكي. إزيك يا أسيس أليكس؟ أهلا بنت الرب، إزيك؟ الحمد لله، ثانك يو. أنا في البداية بس عاوزة أشكر ربنا يسوع المسيح وقناة الكرمة وصلواتكم على انه الرب تمجد معايا، وحصلت معجزه ان لما اتصلت في ايام الحصاد انه كنت بشكي من الام في ظهري ورجلي اليسرى وما كان عندي شغل، فصليتوا معايا وربنا رايد اواي، يعني نيكست داي يعني شفاني من الالام ومن ولقيت شغل بعدها يعني. شكرا للرب. شكرا شكرا للرب. فانا دائما بحب اذكر المعجزه يعني، ولاني انا مؤمنه هو الرب العاطي والشافي. هللويا. ثانك يو لصلواتك قسيس أليكس. وانا النهارده عاوزه اطلب منك انك تصلي معايا، وانا مؤمنه ايمان مطلق. أمين. بلا شك ولو للحظه يعني، غير مشكوك به، ايمان مطلق مطلق بان ربنا يسوع هو سوف يشفيني كما شفاني. امين. عندي مشكله في رقبتي، يعني صار لي يومين اعاني منها وما اقدر يعني اتحرك يمنى ويسرى، وعندي الام في بلعومي والغده، يعني انا بعاني لما بكون باكل بشرب او اشرب ميه يعني، ورحت لدكاتره قالوا لي ما عنديش مشكله يعني حقيقيه بس هو تضخم. فانا عاوزه اصلي صلاه مع قسيسنا الحبيب أليكس انه الرب يسمع لنا ويشفيني في اللحظه والتو، وانا منتظر الاجابه من ربنا يسوع المسيح، وانا اعرف انه سمع. امين. هللويا. انا بشكرك يا بنت الرب على الشهاده الحلوه، لانه بنشوف بركات عيد الحصاد. بنت الرب زرعت وخدت معجزتين، لقت شغل وخدت شفاء. يعني مجد للرب لاجل الناس اللي بتزرع. انا بدعوكم النهارده، قناه الكرمة لغايه اخر الشهر اللي فات ما كانش وصل الا 40% من البادجت، واحنا عاوزين القناه دي تكمل بكل قوه بجد. واحنا وانت بترفع السماعه وبتصلي، لو تقدر تقدم 20 100 1000 2000 جرب، يعني صدقوني ده حقل مثمر جدا. اختنا قالت في عيد الحصاد زرعت حصدت بركتين وهتحصدي بركات اكتر. بشكرك يا رب لاجل كل اللي بيزرعوا ولاجل كل اللي بيقدموا يا رب قلوبهم ليك وبيساهموا مساهمه فعليه ان عمل الرب وخدمه الرب تكمل في قناه الرب، في قناه الكرمة. يا رب انا بصلي انه عيد الحصاد ما يكونش مره كل 6 اشهر، لكن يا رب عيد الحصاد يكون حصاد كل يوم. أمين. كل نفس بترفع السماعة وبتقدم طلبة يا رب، تقدم معاها حتى ولو في السين مثل الأرملة اللي هي لم يكن لها شيء، لكن يا رب انت استثمرت
في ملكوتك وأعطت أكثر من الجميع. يا رب أنا عارف في مشاهدين بيشاهدونا الآن يقدروا يرفعوا السماعة بألف واتنين وعشرة ومية يمكن. يا رب اتحرك، لأن احنا على آخر السنة قربنا، وعاوزين يا رب نزرع بالبركات ونحصد بركات، نقول كللت فيها السنة بجودك وأثارك تقطر دسما. بشكرك لأجل بنت الرب اللي بدأت فيها الشفاء وهتكمل شفائها اليوم، وقوة تخرج من لدنك تلمس جسدها. الرب بيقول لك افرحي يا بنت الرب، انت زرعتي بالدموع وزرعتي بالبركات، هتحصدي بالابتهاج. والبركتين اللي خدتيهم في عيد الحصاد ده في بركات كتيرة في الرب اللي مزخر لنا فيه جميع كنوز الحكمة والعلم. هيفتح يمينه، هيفيض عليكي، وهتتكلمي باستمرار، وهتشهدي عن آياته وعجائبه المادية والروحية والجسدية. آمين آمين. بنشكرك يا بنت الرب لأجل شهادتك عن أعمال الرب في قناة الكرمة، أنه قد إيه إلهنا عظيم. عزيزي المشاهد، يمكن دي معجزة من ضمن مئات بل آلاف المعجزات اللي بنستقبلها يوميا في التليفونات وفي السوشيال ميديا. حقيقي عمل رائع، عمل جبار. تعالى، انت كمان مش عايز معجزة؟ انت كمان مش عايز ان الرب يفتح قوى السماوات ويفيد عليك حتى تقول كفى كفى؟ مش عايز؟ اعمل عمل مختلف، ازرع، ازرع بالبركات هتحصد، لانه ده وعد الرب، ده مش كلامنا، ده وعد الرب. الاخت جوزفين من الاراضي المقدسة، اهلا بيكي. من فضلك اطفي التلفزيون واسمعيني من التليفون من فضلك. ايوه اخت جوزفين. الو اخت جوزفين معانا؟ الاخت جوزفين معانا؟ طيب لو في الغالب فقدنا الاتصال. في طلبه جات لي من سوريا، اتفضل. ممكن اقولها بسرعه؟ اتفضل. في بعض بيبعت رسائل، حد يقول هاي باستور اليكس، انا محتاجه صلاه لماي كازن في سوريا، هير نيم، مش هقول الاسماء، في بام اكسبلودد ان هير ليج، امبلا انفجرت في رجلها. اند also need a prayer for the Lord to save her life and her leg. يا رب احنا بنصلي الان يا رب لاجل سوريا والانفجارات اللي بتحصل في سوريا. بنصلي يا رب انك تهدئ الاوضاع وتسود بروحك القدوس على سوريا. بنصلي يا رب لاجل انتهار كل اجناد الشر الروحيه. احنا مش بنصارع يا رب ضد دم ولحمه، لكن مع اجناد الشر الروحيه. اذكر يا رب الاخت اللي اتصابت في رجلها بقنبله، اشفيها يا رب ولملم جراحها وكسرها. واذكر يا رب كل ضحايا الانفجارات وكل ضحايا الارهاب اللي فقدوا احباء واللي متعورين واللي في المستشفيات. بتصلي يا رب انك تجمع اشلاء عبيدك، وانك يا رب تشفي كل مرض، وتقول تصنع ايات مع المضروبين والمتضررين من حوادث الارهاب. امين امين. اخت جوزفين من فضلك كلمينا تاني، احنا اسفين فقدنا الاتصال. معانا بنت الرب من ميتشيغن، اهلا بيكي. الو الو، اهلا بيكي. انا بنت الرب. اهلا بيكي. انتي سامعاني؟ سامعاكي كويس جدا، اتفضلي حضرتك. انا اول شيء بتمرحب بيكو وبحبكو كثير، وبحب قناة الكرمة اللي دايما فتحها من الصبح لليل. ومره طلعت على الشاشة وقلت للقس أليكس إنه يصلي لبنتي، كانت في السجن وبعد يومين خرجت. حضرتك ممكن تعلي صوتك شوية؟ صوتك ابتدى يوطى؟ علي صوتك شوية من فضلك، صوتك ابتدى يوطى. يعني خرجت من السجن بعد يومين بعد ما صلى للأخ هللويا هللويا. وكنت بذكرك أنا مين؟ أنا لما حكيت الاختبار عندي للأخت اللي كانت تحكي على السجاير، وقلت أنا كنت 40 سنة بدخن وأن الرف شالها مني. يا أنا فاكرة، أنا كنت في الحلقة دي يا الثلاثة اللي فات. حضرتك شهدتي يا نعم. كان رائع جدا. الرب استجاب وبنتي طلعت، وأنا فرحانة كتير. وهلا بطلب صلاة
انه الرب يقويها بالايمان اكثر فاكثر، لان هي بنت الرب، وانا عارفه انه ادبها الرب. نحمد الرب ونشكره فيه على كل شيء، ويقول الله يأدب اللي بيحبه. وهي خرجت، وانا بدي صلاه انه الله يقويها في الرب، كثير يثبتها، لانها ما تحضر وعظات ولا تسمع مثلا في التلفزيون، وانا بدي هذا يعني حتى تنمى بالايمان. واختها كمان واخوها هم كلهم ولد الرب، بس انا بدي الله يقوي ايمانهم ويثبتهم بالايمان، وهذا هو طلبي. والصلاه دائما لهم بليز. امين. نشكرك يا رب لأجل بنت الرب والشهادة الحلوة يا رب، بتحرر من 40 سنة سجاير. حرر يا رب كل المشاهدين من كل عادة يا رب، ومن كل أدكشن. ده دليل حي يا رب على أنك بتفك القيود، وأنك بتحرر المأسورين. أطلقت الإبنة من السجن بعد الصلاة بيومين، لأنك أنت وحدك يا رب اللي بتطلق المأسورين والمقيدين من السجن. يا فرحنا بيك يا رب، يا ابتهاجنا بيك، يا من دفع ليك حقيقي كل سلطان. خدت سلطانك على الأمراض، خدت قدرتك على الأرض، خدت قدرتك يا رب وفتحت قيود السجن. يا رب بنصلي من أجل الإبنة أنها تعرفك معرفة حقيقية، وتكون مديونة يا رب لهذا الجميل اللي أعطيته ليها، أنه بعد الصلاة خرجت بيومين من السجن. كمل جميلك يا رب، وطلعها من سجن الخطية، وطلعها من سجن الابتعاد عنك، اجذبها اليك فتجري نحوك يا رب. امين. مسيح هللويا. نشكرك يا اخت بنت الرب لانه شهدتي، ومبروك خروج بنتك من السجن، ومنصدق انه كمان تخرج من سجن الخطيه وتعيش حياه مقدسه تقيه. معنا الاخ زايدين من الاردن، اهلا بيك. هلو. هلو، اهلا بحضرتك. اسفين ان احنا سيبناك تنتظر شويه. ما في مشكله. اهلا بحضرتك. شكرا لك. حاب احكي مع القسيس عليك. هو مع حضرتك، تفضل. هلا مساء الخير. يا اهلا بيك. كيفك يا قسيس؟ الحمد لله. ما انا من الاردن بحكي، في عندي عاوز طلب صلاه من حضرتك. ايوه. في عندي مشاكل صحيه. عندي هلا. ايوه انا معاك، تفضل. في عندي تليف على الكبد مع كتلة على نفس الكبد، وفي عندي دوالي بالمريء والمعدة. أيوة. وفي ألم شديد عندي بالبطن. حاضر. فعاوزين صلاتك. حاضر. وكمان لزوجتي عندها سكري، يا ريت صلي لها ولي. أمين. طب أخ زايدين، أنا كنت عاوز أتأكد، قبلت الرب سيد وملك في حياتك ولا تحب تصلي؟ نعم نعم. مجدا. أشكرك يا رب لأجل أخويا. يا رب أنا بصلي لأجله ولأجل كل مرضى الكبد والكلى الآن في اسم يسوع. أنت يا رب خالق كل الأشياء بكلمة قدرتك، فيك ولك الكل قد خلق. يا رب باسم يسوع نأمر بخلق أجباد جديدة وكلى جديدة. تعال على شعبك بآيات يا رب. بنغطي الأرض بكلمة الله كما تغطي المياه البحر، ونثق يا سيد الرب أننا مخلوقين فيك لأعمال صالحة فقط، أعددتها لنا لكي نسلك فيها. تعالى بخلق إله الآن يا رب. أمين. زي ما كل المشاهدين اللي شاهدوا عن آيات ومعجزات، والأخ اللي انسكب ماء عليه وقت الصلاة، انسكب بالروح القدس يا رب على ذبيحة إيمان عبيدك. والأخت اللي عندها سكر والأمراض الغدد يا سيد تشفى في اسم الرب يسوع المسيح. آمين. آمين. نشكرك يا أخ زايدين من الأردن. والأخت جوزفين من الأراضي المقدسة رجعت لنا، أهلا بيك. ألو، الأخت جوزفين معنا؟ في الغالب فقدنا الاتصال تاني، التليفون فيه مشكلة. الظاهر. ناخد بنت الرب من مصر، اهلا بيكي. الو، اهلا بيكي يا بنت الرب. اهلا بحضرتك. ينفع اكلم القسيس أليك؟ اتفضلي، هو مع حضرتك. مساء الخير حضرتك. اهلا بنت الرب، ازيك؟ الحمد لله. انا كنت عايزه اشكر الرب كتير، لاني ماما كان عندها كانسر في الغدد الليمفاويه، والرب تنجد معاها وكمل لها الشفاء. الحمد لله. نشكر الرب. وانا كنت الوقت اللي فات كنت ملحده،
ايوه والرب رجعني. مجدا مجدا النهارده يوم الاخبار السابقه. اما شفتي المعجزه رجعتي للرب؟ اما شفتي المعجزه يا بنت الرب رجعتي للرب؟ ولا لا. ولا بعد ما ماما كان عندها كانسر وخفت، انا كان عندي ظروف صعبه جدا يعني انكرت وجود الله بكل الطرق، وكان في قسيس بيتابع معايا وحاول يرجعني ما امكنش، وكنت في مؤتمر الصلاه بتاع كنيسه قصر دباره والرب اتكلم. انا كنت رايحه باني كانت دي اخر فرصه قدامي، يعني انا قلت له انا رايحه مؤتمر الصلاه عشان لو يمكن الاقي هناك. بتدوري عليه، هو اللي كان بيدور عليه. ما لقيتوش خلاص، بعد كده خلاص يعني دي كانت النهايه بالنسبه لي. فالرب اتكلم ورد عن كل كلمه انا كنت بقولها ورد بقوه. هللويا. كده اي حد دلوقتي بيدخل في الطور ده انا بعرف ارجعه. مجد. هللويا. نشكر الرب لاجلك. نشكر الرب لاجلك. انا ليا ثلاث طلبات صلاه. ايوه. انا بصلي من اجلهم، بس انا محتاجاكم برضو تصلوا معايا من اجلهم، لان انا واثقه ان يعني صلاه الايمان تشفي المريض. امين. جوزي عنده سكر. أيوة. بصلي من اجله ان الرب يكمل له الشفاء. أيوة. ماما عندها صدفيه حاليا. زادت خالص طبعا بعد العلاج بتاع الكانسر. بصلي ان ربنا يكمل لها الشفاء، وانا يعني ليا دلوقتي 6 سنين ونص ما عنديش اطفال. ايوه امين. وفي ناس بيقولوا لي اعمل اطفال انا بيك، بس انا نفسي يبقى عندي حاجه من يد الرب. انا مش حابه اعمل حاجه زي كده. حط ايدك على بطنك يا بنت الرب وصلي معايا. وكل حد محتاج لأطفال، احنا كنا بنصلي احيانا تبقى ناس في كندا بتصلي الناس في استراليا والقوة بتروح عبر الأقطار. قولي له أشكرك أيها الرب يسوع، أشكرك يا رب يسوع، لأنه بالإيمان، لأنه بالإيمان أدعو الأشياء الغير موجودة، أدعو الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة، كأنها موجودة. أؤمن من كل قلبي، ومن كل قلبي انك تفتح الرحم، انك تفتح الرحم وتعطي لي قوة ولزوجي، وتعطي لي قوة ولزوجي لإنشاء النسل، لإنشاء النسل. أشكرك لأجل شفاء ماما من السرطان، وانت اللي بدأت الآيات، وانت اللي بدأت الآيات، هتشفي من السكر وتشفي من كل الأمراض، هتشفي من السكر وهتشفي من كل الامراض. امين. بنتي بنت الرب كان عليكي حرب شديده في الالحاد، لان الرب عاوز يجيب بيكي ثمر، ولانه العدو كان عاوز يهلك خطه الله، لكن الرب بيقول لك اديني ودانك دلوقتي، اديني قلبك وروحك، وانا هرسم خطه جديده في ذهنك وفي فكرك، هتكون خطه مجيده لعمل الله، استقبليها منه في الروح القدس. أمين أمين. عايزة كمان أفكرك بآية في خروج 23-25 مكتوب لا تكون مسقطة ولا عاقر وأكمل عدد أيامك. امسكي في الوعد والرب هيديكي، وهتتصلي بينا تقول لنا أنه في بطن الجنين، وأنه الرب يكمل اللي عنده سكر وماما اللي عندها صدفية، الرب يكمل عمله. بنشكرك يا بنت الرب. ومعانا بنت الرب برضو من مصر، أهلا بيكي. ألو. أهلا بيكي يا بنت الرب. أهلا بيكي. الو مساء الخير. مساء النور، اهلا بيكي. حضرتك سامعاني؟ اسمعكي. أيوة. كويس قوي، اتفضلي. شكرا شكرا. ازيك يا سيس اليكس؟ اهلا بنت الرب، احنا عندنا بنات الرب ما لهمش عدد النهارده. امين، ربنا يزودهم. اتفضلي. امين يا رب. انا بشكرك جدا يا سيس اليكس، بتشرف وبتشجع بيك قوي قوي. شكرا. انت واختنا. أيوة. واحنا بنصلي للكرمه ان ربنا يباركها ويستخدمها لمجد اسمه وامتداد ملكوته. أمين. بنصلي ان يسدد كل احتياج للكرمه. امين امين. ليا طلب عند حضرتك. أيوة. يا سيس اليكس، وانا عارفه ربنا بيستخدمك، والمعجزه اللي حصلت معاك انا بتشجع بيها جدا جدا. اشكرك. شكرا. معايا واحده قريبتي قاعده جنب اهي، قلت لها لازم نتصل بالاسيس اليكس عشان يصلي لك. ايوه. هي يعني تعبانه شويه بونا. وعندها الم في معدتها، وبتلف على دكاتره كتير باختصاصات كتير، ومحدش عارف عندها ايه. ايوه. فانا نفسي قوي تصلي معاها، يعني اذا يعني سمحت يا هي. طب ممكن تحطيها على السماعه تصلي معايا؟ ايوه. هي مدام دنيا، هي مع حضرتك اهي. اهلا بيكي مدام دنيا. اهلا بحضرتك. ازي صحتك؟ اهلا بحضرتك. احنا عاوزين النهارده كده ايه، ناخد يسوع في القلب وفي الروح، ونثق انه يلمس جسدك ومعدتك. امين امين. صلي معايا مدام دنيا، قولي له يا رب يسوع المسيح، يا رب يسوع المسيح، انا بستقبلك في حياتي، انا بستقبلك في حياتي، رب ومخلص. رب. أيوة. مخلص. رب ومخلص. تغفر كل خطيه،
اغفر كل خطيه وتشفي الام المعده وتشفي الام المعده تغير حياتي بحياه جديده غير حياتي بحياه جديده اؤمن يا يسوع اؤمن يا يسوع بقوه روحك القدوس قوه روحك القدوس تاتي علي الان تاتي علي الان تغمر كياني اغمر كياني وتملأني تملأني لكل ملء يسوع كل ملء يسوع أشكرك لأنك سمعت واستجبت أشكرك لأنك سمعت واستجبت مدام دنيا عاوز أقول لك الكتاب المقدس أيوه. مليان مواعيد حلوة جدا ربنا بيديها لنا أيوه. إن الرب أبونا والمسيح صديق ألصق من الأخ والروح القدس يقوينا ويشددنا عاوزك تاخدي معاد أو آية كل يوم من الكتاب وتحفظيها وتقوليها من قلبك والرب يغير كل حاجة أمين بنشكرك يا بنت الرب أنك خليتي مدام دنيا تكلمنا تابعينا وإحنا واثقين أنه مدام دنيا هي هتتصل مرة جاية وتشهد عن عمل الرب معنا الأخت مريم من السويد أهلا بيكي خليتي مدام دنيا تكلمنا تابعينا من فضلك وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون من فضلك معنا الأخت مريم من السويد أهلا بيكي سلام المسيح عليكم اهلا بيكي تفضلي من فضلك وطي التلفزيون من فضلك حبيبتي وطي التلفزيون على أخ عزيز قز أليس مبارك شكرا. الله يبارك شلون الله شفاها عندي ايمان باليسوع هجش فيني هللويا اي كم سنه وسنين مريضه ومثل عزيز علي مثل الاخ أليس صلي معاي اصلي معاي الرب معاي انا اعرف بس هللويا. مشافيني بس شفاء كامل ما يشفيني ما ادري قصده شنو هي بالنسبه لي ليل ويوم هو تسبيح فمي سلمت حياتي كل الرب مجدد. وعندي رقم حساب مع البنك مالتي انت على الكرمه هاي اكثر من سنه شكرا للرب حلو رقم حساب على الكرمه دي اتمنى صح اساعد كل قنوات الله يبارك اشكركم على كل شيء بس هاي كم سنه تعبانه يعني كرهت حياتي من الادويه ومن الدكاتره عندك ايه يا اخت مريم تعبانه ازاي عندك ايه اهل البيت كلهم يعبدون رب انا وبنتي مريضه صلي لي فديوم يجي اذا عندك مجال تخابرني تحكي معاي سيب نمرتك في الكنترول روب وانا بخابر انا قصتك سمعتها من تمرضت عندي إيمان يسوع مثل شفاك يشفيني يتمجد في حياتي أمين 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 في اسم يا رب نشكرك لأجل الأخت مريم يا سيد صلي معايا أخت مريم قولي له أنت معايا على الخط صلي معايا قولي له يعني مفاصلي كلها داير غدة كوليسترول مخد أنواع الأمراض عندي طيب ارفعي ايديكي بس إيماني بالرب هو يشفيني امين ارفعي ايديك للسماء وصلي معايا امين ارفعي ايديك للسماء وصلي معايا قولي له يا رب يسوع يا رب يسوع احنا بنصلي يا رب لاجل اخت مريم يا رب تستقبل قوه شفاء يا رب انت وعدت التلاميذ وقلت لك انكم ستنالون قوه متى حل عليكم الروح القدس يا رب نحن نطلب روح القوه نطلب روح الشفاء نطلب قوه جروح المسيح ان تتحد بيها تنتار عنها كل مرض هي وأهل بيتها رب يعبدون الله نشكرك يا سيد الرب لأجل كل واحد عنده رقم حساب يا رب في السماء وفاتح حسابه وفاتح قلبه لعمل الله ولتعضيد عملك يا رب أنت تكافئ اللي بيتعبوا دول خير يا رب وتكرم الذين يحبونك والذين يكرموك أنت تكرمهم يا رب اكرمها في صحتها واكرمها في جسدها واكرمها في بيتها واجعلها يا رب ترى الثمر المتكاثر في بيتها وفي شفائها وفي حياتها امين امين بنشكرك يا اخت مريم والرب يمسح دموعك ويشفي امراضك في اسم المسيح معنا الاخت فريال من العراق اهلا بيكي اخت فريال معنا على الخط سلام المسيح سلام المسيح معاكي اهلا بيكي ممكن اطلب طلبه شفاء تفضلي يعني تفضلي تفضلي اخت فريال نعم قسيس اني مريضه اي انا من العراق اي خابرك
مريضة عندي سكر وعندي فقرات عنقية يعني زي شد الإيد اليمنى كلش مأذيني يعني فقرات العنقية وعندي دوخة براسي كلش قوية قسيس يعني تعبانة وعندي صوفان بركب يعني ركبي تعبانة كلش قسيس وأنا يعني بوحدي هنا العراق داعش ممكن تصلي لي حاضر فريال يا رب ماذا عايدين على الأخت فريال يا رب وكل مريض ومريضة نظرها أمين. وبنيجي بالإيمان يا رب نخضع كل مرض وضعف في الشعب لقوة دمك ولعمل ملكوتك ونقول لك يا رب ليس لنا لكن لإسم يسوع أعطي مجد يا رب في خلاص وفي شفاءات كثيرة نفوس كثيرة منحنية لكن أنت مكتوب عنك مقوم كل المنحنين أنت مكتوب عنك تعطي المعي قدرة ولعديم القوة تكسر شدة تعال يا رب بإكثار في الآيات بإكثار في العجائب نحن نؤمن يا رب أن هذا كل يوم يا رب بنوجد في محضرك بنقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب لنبتهج فيه ولنفرح معا آمين آمين بنشكرك يا أخت فريال ومعنا بنت الرب من مصر أهلا بيكي بنت الرب اهلا بيكي بنت الرب الو اهلا بيكي اهلا بيكي اهلا وسهلا اتفضلي سلام المسيح معاكم مع روحك اهلا بيكي سلام المسيح معاكم اهلا بحضرتك حضرتك معانا على الهواء اتفضلي طلبة صلاة من اجل مايكل امين أيوة. أنا طلبة صلاة من أجل مايكل وماريان أمين. وابنهم مايكل وماريان معهم مشاكل كده ربنا يحلها حاضر. وكاروس دي 4 سنين ما بيتكلمش ربنا يفك كده لسانه ويتكلم أمين. ومن أجل فريال ربنا يكشفيها كده من الروماتويد حاضر. أمين طب انت الرب انت خدت الرب من أجل سيد وملك ربنا كده يقومها بالسلامه ويكمل لها حملها على خير امين بنت الرب خدت الرب ملك وسيد ورب على حياتك ولا تحبي تصلي معايا لا الرب الحمد لله يعني طيب يا رب بنرفع بنت الرب بين ايديك بنرفع مايكل وماريان وكاروز يا رب والمحتاج لكلام تفتح اللسان في اسم الرب يسوع بارك فريال ونيفين والاحتياج لحمل وكل قبل يا رب وكل اتنين مرتبطين امامك محتاجين لهذا الامر نثق يا رب في انك تعطي شفاءات كثيره ولمسات كثيره لكل من يشاهدنا على الهواء او في الانترنت او في الاعاده وترى يا رب عيوننا عجائب من شريعتك امين امين شكرا لاتصالك يا بنت الرب ومعانا الاخت جوزفين من الاراضي المقدسه اهلا بيكي مساء الخير مساء النور اهلا بحضرتك اتفضلي بتحكي معاكم اخت جوزفين اهلا انا عايزه طلبة صلاه اتفضلي الاسيس اليكس لو سمحتي هو سامعك حضرتك اتفضلي عايزه صلاه لإلي ولولادي لبيتي ولولادي في عندي كمان حفيدي عنده حساسيه وبكره عنده فحص للدكتور وبدي صلاة لإله إنه ربي يلمسه ويشفيه طيب أمين أخت جوزفين أنت واثقة الرب صلاة لكنيستي طبعا لكنيستي بعكا كمان احنا محتاجين كتير صلاة ودعم صلواتكم أمين نباركك يا رب لأجل الأخت جوزفين لأجل مشغوليتها بعمل الله ومشغوليتها يا رب بكنيستها وبالخدمة فيها أيوه بارك يا رب جميع القصص الذين يشاهدون الآن وكل كنيسة ممثلة في عائلة أو شمامسة أو شيوخ بيشاهدونا الآن يا رب اجعل كل كنيسة تكون عمود الرب وعمود في هيكل إلهي وتكون هيكل للروح القدس وقاعدة ليك يا سيد الرب نصلي أنك تبارك الحفيد تشفيه من الحساسية تأتي يا رب على أهل فلسطين ببركة تذكرهم يا رب في الظروف الصعبة التي يمرون بها تفك كل أسر المقيدين وتعطي نعمة السلام والراحة والبركة عليهم أمين أمين شكرا لاتصالك يا أخت جوزفين
ومعنا الأخ عوض من ميزوري. أهلا بحضرتك. هلو. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي، إزيك يا أختي؟ أهلا بحضرتك، تفضل. ممكن أتكلم للأسيس أليك؟ بكل سرور، تفضل أخ عوض. أهلا بيك. إزيك يا حضرة الأسيس؟ يا أهلا بيك. أنا عوض الهانديكاب المعوق اللي دايما بتصل بيك، والرب بيستجيب لصلواتك. هللويا، ادينا أمثلة للاستجابة. لا كتير يا حضرة الأسيس، أنا بقالي 5 سنين من بتصلي من أجلي. أول شيء يا مبني كان عاوز يسيبني وينزل مصر. أيوة. الرب استجاب وهو قاعد ورفض ينزل مصر دلوقتي. مرة اتصلت بشفاء لمعدة مراتي، الرب عمل معجزة وكل الأمور بقت تمام. نشكر ربنا. الرب رافعني أنا هللويا. كمان أنا معوق بقالي 26 سنة مقعد على الكرسي. أيوة. بس نشكر رب، أنا هللويا. الرب دبر لي مجموعة صلاة في البيت مع إخوة مؤمنين. وبشكر حضرتك وبطلب منك صلاة النهاردة. أيوة. خطيبة ابني يوم لحد معاها مقابلة في السفارة. أيوة. في مصر. إنها تيجي يتجوز هنا. أيوة. فأرجو من حضرتك يعني تذكرني أنا أولا في الصلاة. أيوة. تذكر خطيبة ابني. أيوة. اسمها سالي. أيوة. وربنا يباركك. وانا اخواتي الكرمه اللي انا كنيسه ليل ونهار انا بسمعها، هي اللي مضيعه عني كل الوقت يعني. هللويا، هي مباركه كل الوقت. كل الوقت. هللويا، مباركه. فانا بشكرهم والرب بصلي من اجل ان الرب يسدد احتياجها. امين. ويكون دايما على طول قدامنا كده يا رب. هللويا. فانا بشكرك خالص يا حضره الاسيس. انا عوض اللي تبع الاخت فينيس. ايوه فاكر حضرتك. أشكرك يا رب لأجل أخويا عوض يا رب. هو بيقول أنه معوق لكن في مجموعات صلاة عنده في البيت. أشكرك لأنك خرجت به خارج الإعاقة الجسدية والذهنية. إحنا بنصلي يا رب مهما كانت مدة الإعاقة 26 سنة، لكن أنت يا رب شفيت أناس كانوا مريضين بأمراض أكتر من 30 سنة، وشفيت يا رب وأقمت العازر. أقم يا رب. إحنا نؤمن يا سيد أن إحنا لن نسكت، ويذكر الرب لا تسكت ولا تدعوهم يسكت. لذلك يا رب نصلي لأجل شفاء هذه الإعاقة، تعطي صحة جديدة وقوة. أمين. جديدة. بارك سالي يا رب واجعلها تيجي من مصر، والزوجة يا سيد الرب أيضا باركها. ادي للجميع نعمة أمامك يا سيد. نشكرك لأجل الابن اللي قعد يسند أبوه ولم يتركه في أزمته. نصلي لأجل بركة كل العائلات، نعمة عليهم. كمل عملك يا رب في بيت الأخ عوض. امين. امين. نشكرك يا اخ عوض لاجل اتصالك. ومعانا بنت الرب من مصر. بنت الرب معانا. الاخت نعمات من مصر. الاخت نعمات. الو. اهلا بيكي. الو. اهلا بحضرتك، اتفضلي. هلا. خليك معانا على الهواء، اتفضلي. يا اتفضلي. اهلا بيكي. سلام المسيح معاكم. مع روحك. اهلا بيكي. ربنا يبارككم ويبارك قناه الكرمه. أنا بشوف 24 ساعة. هللويا. هي بركة لكل الأرض في اسم يسوع. أمين. يستخدمكم ويستخدمكم الرب لمجد اسمه. أمين. والامتداد ملكوته والخلاص النفوس ولشفاء النفوس. أمين. أنا عندي طلبة صلاة، ربنا يبارككم. أسيس ربنا يباركك. الأخت المباركة ربنا يباركها. أنا عندي ضغطي مش متظبط بقاله شهرين، وتعبانة جدا جدا جدا، والسكر وركبتي الشمال، وده بيعطلني عن الاجتماعات، وانا ما اقدرش اعيش من غير اجتماعات، حضور اجتماعات. فارجوكوا صلاه من اجلي، ربنا يبارككم ويتفق محبتكم خير. شكرا ليكي يا اخت نعمات، والاسيس هيصلي لك حالا دلوقتي. يا رب احنا بنشكرك يا رب لاجل اخت نعمات، وبنشكرك يا سيد الرب لاجل قناه الكرمه، الكنيسه الهوائيه التي يشاهدها الملايين عبر الستلايت. يا رب بتغطي تقريبا 100% من الأرض. يا رب وسع تخومها، باركها. بنشكرك لأجل أحبائنا اللي بيشاركوا بالصلاة وفي العمل وفي تغطية النفقات. بنصلي لأجل شفاء يا رب كل من لديه ضغط والسكر، ولأجل أختنا نعمات يا رب. هي اسمها نعمات. تعالى يا رب بنعم كل نعمة تراه في احتياج إليها، أكتر من نعمة يا سيد الرب.
بنطلب نعمة فوق نعمة لكل أحبائنا المشاهدين على أرواحهم، على أجسادهم، على المفاصل، على الأرثرايتس، على الركب المخلعة، على الفتائل المدخنة التي لا تطفئها. نشكرك يا رب لأنه ليس إله مثلك في كل الأرض. أنت إله حافظ العهد، أنت إله حافظ الإحسان إلى ألوف يا رب. نشكرك لأنه أحبتك قلوبنا، التصقت بك أرواحنا ونفوسنا، وأنت شافي أجسادنا ومخلصنا، تصنع كل بحسب غناك. آمين آمين. نشكرك يا أختي نعمات. ومعنا الأخت فاطمة من مصر، أهلا بيكي. الأخت فاطمة أهلا بيكي. الأخت فاطمة يا ترى معنا على التليفون؟ للأسف فقدنا الاتصال. معنا بنت الرب من لبنان. الرب يباركك حبيبتي، أهلا بحضرتك، أهلا بيكي. ممكن أطلب تلبس سلا؟ تفضلي بكل سهولة. تفضلي. أنا بنت الروح بس حاسة عندي بريد روحي فتور، بريد يصلي لي، حب يصلي لي امتلاء من الروح القدس قوة جديدة. آمين آمين. صلي معايا بنت الرب كده، ارفعي ايديك للسما وقولي له يا رب أنا بشكرك النهارده. يا رب أنا بشكرك النهارده لأن عمل روحك القدوس، لأن عمل روحك القدوس ونار الروح القدس، ونار الروح القدس تأتي علي الآن، تأتي علي الآن، تضرم قلبي، تضرم قلبي وأفكاري، وأفكاري. نعم. أفكاري بأفكار في حب يسوع باسم يسوع. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب لأن أنا ليك، لأن أنا ليك وأنت لي، وأنت لي النصيب الصالح، النصيب الصالح الذي لن ينزع مني أبدا، الذي لن ينزع مني أبدا. أحسن علاج للفتور الروحي يا بنت الرب مواعيد الرب نفسه، وهو الرب اللي يجي على حياتك بمجد ويجي على حياتك بقوة وبركة. أمين. شكرا لك يا بنت الرب من لبنان. ومعنا الأخت بسمة من كاليفورنيا، أهلا بيكي. مساء الخير. مساء النور، أهلا بيكي. ربنا يبارككم ويحافظ عليكم. ربنا يبارك حضرتك. أتكلم الدكتور أليكس، هو معاكي حيلا. أهلا بيكي. أنا من ست من كاليفورنيا، كنت في مصر. تفضلي. من ست سنين كنت في مصر وبتابع برنامج بتاع الدكتور أليكس. كان عندي مشكلة التهاب في الثدي وكرهت وشة، وكان في مشاكل كتيرة. كنت بصلي على التلفزيون معاه بس ما اتصلتش بيه، وفجأة واحدة بيت زي الفل وبقيت هللويا. ما رحتش للدكتور حتى. شكرا للرب. كان عندك ايه يا بنت الرب قولي لنا كده؟ كان عندي التهاب في الثدي وكان عامل ريحة وحشة، وكان كان هيعمل لي مشكلة كبيرة يعني. وبعدين قعدت اصلي مع حضرتك على التلفزيون مع الناس اللي بتصلي لهم. هللويا هللويا. وبعدين فجأة واحدة ونمت وقمت لقيت روحي تمام، ما عنديش أي مشكلة ولا أي حاجة. مجدا للرب. مجدا. طلبتك ايه النهارده يا بنت الرب؟ أنا من الحظ يعني ربنا سامح وجيت هنا أمريكا. وبعدين فجأة واحدة من خلال سنة كده حصل التهاب في فقرات ظهري، وكمان الغضروف بتاع ركبي، قال لي الدكتور ابتدى يتاكل ومش قادر امشي، مش عارفين عند ايه السبب، مع ان انا في حاجه 40 سنه يعني، ومش قادر اروح الكنيسه ومش قادر اشتغل ومش عارفه اعمل ايه اللي حصل مش عارف. طب صلي معايا كده زي ما صليتي بايمان قبل كده. ماشي. قولي له يا رب يسوع المسيح، يا رب يسوع المسيح يلي شافتني قبل، يلي شافتني قبل، انت امس واليوم والى الابد، انت امس واليوم الى الابد. اؤمن يا رب، اؤمن يا رب، قوة روحك القدوس، قوة روحك القدوس، قوة جروح الصليب، قوة جروح الصليب، وقوة دم يسوع، وقوة دم يسوع، تشفي كل الالام، تشفي كل الالام والاوجاع، الاوجاع. واؤمن ان الفخ انكسر، واؤمن ان الفخ انكسر، واطلقتني من كل مرض، واطلقتني من كل مرض ومن كل ضعف، ومن كل ضعف. أشكرك لأنك سمعت واستجبت. أشكرك لأنك استمعت. هللويا. أشكركم خالص، ودايما اذكرني في صلاتك. أنا حاضر، كتبت اسمك عندي. شكرا لك يا أخت بسمة لأجل اتصالك.
واحنا للاسف بنعتذر على الخطوط اللي الناس كانت بتتكلم من الشرق الاوسط للاسف, وفي على الفايبر كمان, وفي على الفايبر للاسف في فقدنا اتصالات كثيره. احنا بنعتذر لكم جدا, وده لطول الحلقه, ولانه احنا بنتلقى مكالمات من كل انحاء العالم. احنا بنعتذر لكم, لكن بنوعدكم هنصلي لكم ايا كان احتياجك. صدق في الرب, وفي ناس كمان بعتوا كمان طلبات صلاه كتير. حلو ان احنا نكون, حضرتك قول الاول اللي على التليفون مع حضرتك. يعني انتم اشكركم, بتشغلوا الميديا كلها تكست مسج ورسائل وتليفونات. نشكر الرب لاجل الميديا. اخت بتقول سلام الرب يسوع معكم, قسيس الرب يحفظكم ويخليكم, يحفظ جميع العاملين في قناة الكرمة. لو تسمح تصلي لأجلي ولأهلي, الرب يسوع يرحمنا ويغفر أثامنا ويسهل أمورنا في دفع الكريدت. عاوز أقول لك أحسن طريقة لدفع الديون اللي عليك أنك ما تكونش مديون للرب. لو في ديون عليك للرب, سدد ديون الرب أولا في العشور وفي التقدمة. والقناة الحلوة دي اللي بتبارك الملايين, النهاردة سمعنا عدة اختبارات شفاء من سرطانات, من التهاب, من كل أنواع الروماتيزم. الرب يعني متمجد في هذه القناة مجد غير عادي. جرب كده وازرع كده بذرة وانت هتشوف بركة. في تليفون أخير معلش. طيب عندي الأخت عفاف. أهلا بيكي أخت عفاف من كاليفورنيا. هلو. أهلا بيكي. هلو. اهلا بحضرتك, اتفضلي. اهلا بيك وقت التلفزيون. من فضلك اتفضلي حضرتك على الهواء. يا رب يبارككم. شكرا. ويبارك خدمتكم الاسيس اليكس. شكرا. وامل مش كده؟ ليديا الاخت. ليديا. ليديا سوري. الاخت ليديا والاسيس اليكس مره من 3 سنين كده طلبت برضو الكرمة وكان موجود وصلى من أجلي. كان عندي دراعي شبه مش قادر أحركه خالص, فهو قال لي حطي إيدك على دراعك. هو كان اليمين وحطيت إيدي الشمال على دراعي وصلى معايا, وفي الحال اتحرك الدراع. هللويا. شكرا للرب. شكرا للرب. يعني أنا بثق صلواتك لأن بيبقى باب السماء مفتوح وأنت بتصلي. أشكرك على تشجيعك, مفتوح لنا كلنا. أنا جاية طمعانة النهاردة. أمين. في صلوات من أجل 3. أيوة. مرضى كانسر. أيوة. فأول واحدة سوزي. بنت الأخت عايدة. يعني بلاش تحديد أحسن. بلاش خلاص. اسمها كمان. سوزي. أيوة. وفي الدكتورة عايدة كمان. حاضر. وفي واحدة اسمها منى برضه. حاضر. يا رب احنا في حاجة تانية اخت عفاف؟ نشكرك يا رب لأجل الشهادة الحلوة. لأن يا رب اختنا عفاف النهاردة بتقول بيك ناحية ونتحرك ونوجد. وتحرك الدراع بقوة الروح القدس. كل واحد مشلول يا رب الآن عنده هيمبليجيا بارابليجيا أي شلل في أي أعضاء, نثق يا رب أن قوة روحك تأتي الآن يا رب, ونستقبل قوة جديدة ونعيش يا رب في سنة الرب المقبولة. السنة التي لا مثيل لها, سنة اليوبيل التي تسدد الديون. أمين. وتقوي أجسادنا وأرواحنا يا رب. بشكرك لأجل عفاف يا رب, وتحركت فيها بقوة فوق المعتادة. بنصلي يا رب لأجل 3 أسماء ذكرتهم سوزي والدكتورة عايدة ومنى, شفاء ليهم يا سيد الرب من كل السرطانات التي قالت عنها الأخت عايدة. يا رب احنا قريتنا آيات هذه عددها في هذه الحلقة, نمجدك ونشكرك لأن عيوننا لم ترى سوى القليل وسنرى أعظم في اسم الرب يسوع. أمين. نشكرك يا أختنا عفاف. هللويا. ونصدق أن الرب حيجي بمجد غير عادي على الناس اللي انت ذكرتيهم زي ما جه عليكي بالظبط وأكتر. معنا الأخت أنغام من ميتشيغن. أهلا بيكي. أنا المسيح معك. سلام المسيح معك. أهلا وسهلا, تفضلي. أنا أصلي بطلبة يعني طلبة الصلاة لأشخاص كثيرين. أنا أصلي لهم بالبيت هون لكن أنا ما أعرفهم. في ماثيو عمره 11 سنة وهو مصاب بالكانسر. في مرفت وهي همينة مصابة بالكانسر عمرها 35 غير متزوجة. وفي هناء وهمينة أنا ما أعرفها وهمينة هي مصابة بالكانسر.
وفي شخص عمره 30 سنة صار له، أنا ما أعرف الاسم بالضبط لكن هو قريب بس من بعيد كثير، أعرف إنه هو في غيبوبة، عملوا له عملية القلب ودخل في غيبوبة وصار عنده complication بالعملية والآن هو بالكومة. وفي شخص ثاني اسمه نعيم ما أعرف من هو أصلا ولا شايفته، وهو أب لعائلة وطبعا هم من الداخل بالكومة. وأتمنى تصلوا لي لأختي، يعني أختي أنا أم حنين وأبو حنين، صلاة خاصة لهم لأن هم عندهم بنت وحيدة وهي معروقة، فحياتهم صعبة كتير. وفي عندي صديقتي اسمها شنار، زوجها أمريكي، يعاملها معاملة قاسية، وأريد صلاة إلى قوية كثير. وأريد صلاة الكنيسة اللي أنا في ميشيغان هوني المعمدانية، وصلاة أنا جاية من السويد، فأريد صلاة خاصة لكنيستي في رينكبي في ستوكهولم لأنهم أنا بديت هونك، وسلام اذكروني صلاتكم. أمين. أمين. الأسيسة هو يصلي حبيبتي. أنت لففتين العالم أختي أنغام. أنغام. يا رب نشكرك لأجل الأخت أنعام، أنا بصلي أنك تعزف في قلبها أنغام الروح القدس باستمرار. بنصلي يا رب لأجل متى والسرطان وميرفت وهناء وكل يا رب أنواع السرطانات في اسم الرب يسوع، إحنا مشفيين بقوة دمك ومشفيين باسم يسوع اللي فوق السرطان واللي فوق المرض. يا رب لم تصبنا تجربة إلا بشرية، لكن وعدك يا رب أنك تعطي مع التجربة المنفذ، تعطي مع الشفاء، تعطي مع القوة والحياة. بارك يا رب نعيم والأخ اللي في غيبوبة، واعطي يا رب كل الذين الآن يا رب في غيبوبة بسبب نزيف مخ، بسبب أي نوع من الأمراض، سكر، أمراض كبد. يا رب احنا بنصلي لأجل قيامة في شعبك، لأن وعدك أنك أنت هو القيامة والحياة. وعدك يا رب من آمن بيك ولو مات فسيحيا. نستند على وعد قيامة الأموات في اسم الرب يسوع. أذكر الكنيسة في ستوكهولم، أذكر يا رب الأخت أنغام في ميتشيغن. بنشكرك يا رب لأجل كل الشعوب اللي بتتابع معانا واللي بتباركها اليوم. أمين أمين. بنشكرك يا أخت أنغام. ومعنا الاخ اديب من المانيا، اهلا بيك. بنشكرك يا رب لاجل كل الشعوب. التلفزيون الاخ اديب من فضلك وطي التلفزيون، اسمعنا من التليفون من فضلك. مساء الخير دكتور اليكس. مساء الخير يا حبيبي. من فضلك وطي التلفزيون، اسمعنا من التليفون. تفضل. ايوه مسيكم بالخير دكتور اليكس والحاضرين موجودين كلكم، والله معكم. يا اهلا بك. شكرا ليك. يا اهلا وسهلا دكتور اليكس. انا عندي مشكله كبيره ما بعرف شلون بدي ادبرها انا، ومشكلتي اني انا مسحور من فتره طويله. الناس عملوا لي سحر، والسحر تبعي انا اوقات بقاومه وبيظلوا هو نفسه هو بيعاودوا يرسلوا لي اشياء ثانيه، وبظل انا بازعاج ورحلوني من مكان ما كنت موجود، رحلت وبعدت، وكمان بعد كمان عمي نفس الشيء عم يعاود يجيني بس فتره اقل شويه بس. يعني بدي مره انا يعني شوف عيني انا طردت ارواح نجسه طردتها مني، وظلت يومين ثلاث ايام عدت يعني الساعه بعد الساعه 2:30 الليل نفس عودت اجت علي وعودت كل شيء. الايمان اللي بقلبي اللي كان ينبض ويحكي رد، راح كل شيء ورد علي نفس الاشياء صارت تجيني، وماني قادر باي شكل بدي اتخلص منها، ماني قادر اعمل اي شيء، وبظل انا بوسواس كبير، بظل بحيره، بس انا متاكد 100% ان معي هذا الشيء لاني لاحظته ملاحظات كثيره من هالما كنت. طيب. هنيك ما كنت نام بالشوارع ابقى انا. طيب اخ اديب بالشوارع وما حدا هو بيعرف كل شيء بس ما لي مساعد ولا لي شيء، واني غريب انا، هاي المشكله تبعي. طيب احنا عاوزين
عايزين نروح للمساعدة خديب. بص، أول مساعدة أقدر أقدمها لك أن يسوع يملك على قلبك وفكرك، لأنه هو اللي مكتوب عنه هو الأقوى، هو اللي يقدر يقيد كل الأسحار ويقيد كل سلطان إبليس ويدخل ويطرد. فإحنا عاوزين نقبل صاحب القوة العظيمة اللي ليه سلطان على الأرواح النجسة واللي كان بيخرجها بكلمة فمه. فأنا عاوز أصلي معاك أخ أديب، تقبل مصدر القوة الحقيقية وديك حرية من أرواح الشر. أمين. صلي. أمين. صلي، ارفع كده قلبك وإيديك للسماء، قل له أؤمن يا رب يسوع، أؤمن يا رب يسوع أنك تأتي تسكن في حياتي الآن، أن تأتي أنت تسكن بحياتي الآن. رش علي من دمك، رش علي من دمك ومن جروح صليبك، ومن جروح صليبك أؤمن من كل قلبي، أؤمن من كل قلبي أنك تطرد جميع أرواح الشر، أنك تطرد كل أرواح الشر وتفك عني، وتفك عني كل قيود السحر، كل قيود السحر وأعمال الشر، وأعمال الشر، وأصبح خليقة جديدة، وأصبح خليقة جديدة الآن في المسيح. الآن في المسيح لا يشتكي علي الشيطان، لا يشتكي علي الشيطان ولا أجناده، ولا أجناده، لكن أنا حر في المسيح، لكن أنا حر بالمسيح. أمين أخ أديب. أمين. عاوز أقول لك على الطريق اللي بيه تتجنب كل هذا، أنت عندك إنجيل أو كتاب مقدس أو عهد جديد؟ أيوة. بقرأ بالإنجيل وبآمن بكل شيء، بس المشكلة تبعها هي ما بعرف شلون. ما تخافش، بص هو أنا أقول لك إيه المشكلة دي تحل إزاي. إبليس بيصطاد الناس بالخوف والرعب، لكن الله لم يعطينا روح الفشل. خلي عندك ثقة وقوة إنه النهاردة يسوع حررك بالكامل، وبيقول لك الخوف اللي من خاف لم يتكمل في المحبة. حط ثقتك كل يوم فإن اللي دخل قلبك ودخل حياتك هو أقوى من اللي عليك أو أعمال الشر اللي بتيجي ضدك، وتمسك بيه. والكتاب بيقول كل من يدعو باسم الرب يخلص. كل ما تيجي عليك حرب ادعو باسم الرب يسوع وتعالى المحضره وارفع. كل الشكر دكتور أليكس. أيوه. والله يبعث لك القوة والرياحة ويعطيك طول العمر. الله يباركك يا أخ أديب، أنا فرحان النهاردة بيك. أمين. شكرا لك يا أخ أديب لاتصالك. ومعنا بنت الرب من مصر. أسفين أن أنت قعدتي مدة طويلة على الخط، من فضلك تفضلي. ألو الكس أليكس. تفضلي أختي. ألو لو سمحت، كنت عاوزة طلب صلاة من أجل أختي، هي يعني في سن الجواز أو الخطوبة دلوقتي، وفي مشاكل كتير حصلها بسبب الحكاية دي، وطلبها يعني ربنا يبعت لها عريس مناسب وكده. يعني أنا طلبة طلب ده في شدة من ربنا، ودي كتير بصلي من أجله، ولو سمحت يعني. أمين. يا رب احنا بنصلي من اجل كل الشباب والشابات المقدمين على زواج. يا رب احنا بنصلي ان الرب يسوع المسيح يعطي ما يجمعه الله الذي لا يفرق انسان. ان تبارك يا رب كل شخص وكل خطيب وخطيبة وكل اتنين لسه بيعرفوا بعض، ان يكون الاختيار في المسيح ويكون القرار رأسه المسيح. لا يستند يا رب على قرارات بشرية، لكن على الله الذي يجمع ويوفق ويبارك. أمين. معنا تليفون اتصال من الأخت مريم. أهلا بيكي، تفضلي. سلام المسيح. سلام المسيح مع حضرتك. ربي يبارككم. أهلا بيك. حبيت يعني أشكر ربي وإلهي يسوع المسيح، فتح عيوني وعندي صلاة الأخواني يعرفوا المسيح. أمين. أمين. وزوج أختي، أختي مؤمنة. أمين. أمين. نشكرك يا رب لأجل كل الناس اللي على الشاشات الآن، اللي بتطلب لأجل أقرباء ولأجل أهل البيت، أهل بيتها. يا رب أنا بصلي أنه تيجي بنهضة شاملة يا رب على جميع البيوت وعلى جميع العائلات، افتقاد سماوي
لأن وعدك يا رب أن الجميع سيعرفوك من الكبير أو الصغير إلى الكبير. يا رب الشيوخ، الشباب، الشابات، الإباء، العبيد، غطي الأرض بروح افتقاد إلهي. نحن نؤمن يا رب أننا نعيش في الأيام التي تجمع فيها أبناء الله المتفرقين إلى واحد، وأيام الجذب السماوي التي فيها ارتفعت إلى الصليب بجاذبية المحبة الإلهية لتجذب الجميع إلى مصدر القوة الذي يسحق الشيطان والذي يصالحنا مع الآب ويصيرنا أبناء. آمين آمين. بنشكرك يا أخت مريم. ومعنا بنت الرب من كاليفورنيا، أهلا بيكي. أهلا أسيس ألف. أهلا بيكي. أنا كلمت حضرتك سنة 2008، كان عندي تعب نفسي جامد وحرب جديدة واكتئاب جامد جدا، وصليت معايا وربنا شفاني. هللويا. أنا بكلم أشهد على شفاء ربنا ليا. هللويا. خلال الخمس سنين اللي فاتت وعمل ربنا معايا كان كبير، ويعني بيستخدمني كتير في خدمته، وأنا عايزة صلاة بيتي وأولادي يكونوا خدام لربنا، وعايزة صلاة أخويا لأن من ساعة ما كلنا دخلنا في الخدمة وحاسة بحرب جديدة، وحصل ظرف جامد إن أخويا مراته انتقلت بعد أقل من سنة جواز، وطبعا تجربة جديدة علينا كلنا، فطالبة صلاة لي وطالبة صلاة للعيلة كلها يا ريت تسكننا وتصلي لأجلنا. أنا بنشد سامو اللي يعمل لنا كتاب اسمه اختبارات الكرم. احنا أمين. اختبارات المؤمنين، اختبارات من 6 سنين. عاوزين ريكورد كده، أنا متأكد أنه هيطلع مجلد محترم بألوف الصفحات. يا رب نشكرك لأجل بنت الرب اللي فاكرة الاختبار من 6 سنين، صلت وشفيت من الأمراض النفسية. ليس مثلك إله شافي، ليس مثلك إله قادر. نعطيك المجد، نعطيك القدرة، نعطيك الكرامة، لأن أخذت قدرتك وملكت مش بس على أرواحنا ولا على نفوسنا ولا على أجسادنا، لكن ملكت على جميع أنواع الأمراض، على كل سلطان، فتحت أبواب للعمل. يا رب نشكرك لأجل هذه القناة التي أثمرت فيها إلى أقصى الأرض، باركها أكثر فأكثر هي وكل خدامها، واعطينا أن نرى أمجادا أكثر من كل الماضي. يا رب أنا بصلي لأجل أنك تبارك أخوها، بشكرك لأجل العائلة يا رب اللي انتقلت من الاكتئاب والأحزان إلى خدمة الرب. عوض الأخ يا رب والعائلة عن فقدان الزوجة، لأنك ترسل لنا الروح المعزي الذي يمكث معنا ويدوم فينا، هو درجاتنا يا رب. وإن فارقنا أحبائنا فنثق أن الأموات في المسيح ستحضرهم أيضا معك، وسنلاقي الرب في السحب على الهواء، ونكون معك كل حين، نراك أنت أولا ونرى الذين فارقونا في الإيمان. آمين آمين. بنشكرك يا بنت رب لأجل اتصالك. و أسيس أليكس الوقت بيدهمنا، الوقت قرب يخلص. معنا كانت الأخت كريستين وشريف عايزين طالبين طلبة صلاة لأجل أولاد ويشفي شريف. في أخت سامية عندها ورم وراء الأذن والعين بيأثر على الأذن والسمع، والدكتور بيقول لها تعمل عملية نصلي لأجلها. الأخ أشرف من بوسطن وصلنا أنه هو راح دلوقتي المستشفى نصلي لأجله، ونذكر كل الناس. لكن قبل كده يا حضر الأسيس عايزين بس روشتة صغيرة من حضرتك، انه انا لو انا في وقت الضيق زي ما كان يوحنا في الضيق وفي المنفى، ايه اللي ممكن نقوله؟ ايه الكلام اللي اقدر اقوله؟ هل اتكلم بتذمر؟ هل اتكلم بشكوى؟ ولا ايه الكلام اللي انا اقوله؟ يعني هو احنا ما قدرناش نكمل الموضوع كله، لكن انا بذكر انه داود كان اصغر مقاتل في الجيش، وكان اصغر محارب، حتى لا عارف يلبس هدوم الجيش ولا عارف يلبس السيف. لكن أول حاجة قالها، قال له لما تواجه مع جليات الجبار، قال الرب اللي قتل الدب والأسد بيدي يدفعك اليوم في يدي، ولأنه أعلن النصرة قبل الهجوم، وقال أنت تأتي بسيف مربح لكن أنا آتي باسم رب الجنود. عايزك تعرف أنه اسم الرب هو أرفع وأقوى من كل اسم يبيد المشتكي. هنصلي لكل عشرات طلبات الصلاة تانية، هنصلي لأجل كل المرضى اللي بعتولنا.
واللي حتى اللي في قلوبهم حتى كمان نفسهم كانوا يتصلوا ما قدروش يتصلوا، احنا حنصلي لاجلهم الوقت اللي جاي. اتفضل يا حضره القسيس. أيوه. نصلي لاجل الناس. يا رب احنا بنضع كل طلبات الصلاه اللي في طلبات كمان جد دلوقتي على الانترنت والفايبر ومسج السوشيال ميديا، سوشيال ميديا كتير. يا رب احنا بنضع الطلبات اللي جت على التليفون والطلبات اللي جت في الورق والطلبات اللي في الفيسبوك وكله، يا رب بنضع الكل امامك ونقول لك نثق يا رب انك سمعت واستجبت. احنا جايين لك بايمان وجايين بثقه انك تجازى الذين يطلبونك. رفعنا قلوبنا اليك يا سامع الصلاه، اليك ياتي كل بشر. نضع قناه الكربه بين ايديك، نشكرك لانها استضافت الملايين وتغطي العالم. باركها، سدد احتياجها، اجعلنا يا رب نكون مشتركين وعاملين في هذه القناه. امين امين امين. بنشكر الرب جدا لاجلك يا قسيس أليكس. قد ايه بنستنى حضورك في قناه الكرمه، قد ايه رب باركنا جدا وانت معانا، وانت رجل صلاه وانت بتصلي جدا وعندك كلك ايمان، واحنا كمان بنصلي لاجل كل المرضى. أمين. وكل الضعفاء وكل المضطهدين، كل المطرودين من اجل البر. عليك. زي ما الانجيل بيقول، وبنصدق ان الرب يجي عليهم بعدله وانصاف، ويجي عليهم ببركات بروحه، لانه هو وعد كده، قال في الايام الاخيره اسكب من روحي على كل بشر. اعزائي المشاهدين، قناه الكرمه محتاجه لتعضيدكم. الصلاه بالصلاه بكل شيء تقدر تعضد بيه قناه الكرمه. قد ايه نفوس مشتاقه، قد ايه نفوس جعانه، قد ايه نفوس عطشانه لكلمه الرب، قد ايه نفوس مريضه، قد ايه نفوس محتاجه ان الرساله دي توصل لها. لانه ما فيش اروع من كده اخبار ولا بشاره مفرحه، هي بشاره الانجيل، بشاره الخلاص لكل العالم، بشاره انه الرب جاي بيسدد كل احتياج، جاي بيسدد وبيجي على كل وطاء فيرتفع ويغطي الارض من معرفته عشان كل بشر، وينظر كل بشر خلاص الله. احنا واثقين فيكم وفي تعدادكم لقناه الكرمه، لانه احنا واثقين انه انتم مش شركاء. وبنشكركم لاجل كل مشاركاتكم، لاجل كل اتصالاتكم، لاجل شكركم للرب، لانه الرب يستاهل كل الشكر وكل حمد حقيقي. زي ما هو النهارده كانت الآية بتقول كنت في الروح في يوم الرب. نتمنى ليكم اتصال مباشر بالروح القدس، تيجي الروح عليكم ويسكن فيكم ويدوم فيكم، وتكونوا بتعيشوا ليس حسب الجسد بل حسب الروح. نتمنى لكم كل بركة ونعمة في المسيح يسوع، وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله، والرب معكم.